أعزائي المشاهدين، مساء الخير، وبنحب نرحب بيكم في برنامج مش لوحدك. أحب أقول النهاردة لكل أم في مصر والبلاد العربية كل سنة وهي طيبة بعيد الأم، ويا رب يعيدوا كده عليكم بالسعادة وألف خير يا رب. النهاردة حلقتنا هتكون على قوانين الهجرة. زي ما طبعا عارفين ان الاضطرابات كتير جدا في مصر دلوقتي وفي الميدل ايست، حروب وخطف ويعني حاجات كتيرة جدا، وناس كتيرة فكرت في الهجرة. هنعرف النهاردة لو إدارة الهجرة الأمريكية هل سهلت الهجرة للمصريين والميدل ايسترن. هنعرف النهاردة، وهنعرف كمان ايه هي الطرق المختلفة للحصول على الفيزا قانونيا. احب ارحب معايا في الاستوديو ومنوراني ضيفتي المحاميه الاستاذه جيهان توماس، اتورني ات لا سبيشاليزد ان اميجريشن لا. اهلا وسهلا يا جيهان، ومنوراني برنامج مش لوحدك. خالص البرنامج منور بصحابك. ثانك يو حبيبتي. طبعا زي ما انا قلت، في مصر دلوقتي والميدل ايست يعني اتس كايوس، يعني الشهداء والحروب والضرب يعني مشاكل ملهاش حصر دلوقتي، وناس كتيره جدا يعني ان لايت اوف واتس جوين اون عايزه تهاجر يا اما لكندا يا اما لامريكا، يعني عايزه تسيب البلاد وتمشي. هل الاداره اداره الهجره الامريكيه هل سهلت الهجره دلوقتي ولا برضو زي ما هي؟ لا، هي الفكره في حتتين. في السفاره علشان انها تمنح الفيز، وفي هيئه الهجره هنا بالنسبه لمعاملات اللجوء اللي بتتقدم من جميع الدول العربيه وبالاخص مصر وسوريا. فدي طبعا في تسهيل كتير قوي من اداره الهجره في تسهيل المعاملات دي، مع العلم باثبات شويه حاجات معينه. بالنسبه لمنح الفيزا بسبب الاضطرابات اللي حاصره، السفاره عارفه ان الناس داخله ومش راجعه تاني، فبيبقى في مشكله ان هي تعطي الفيزا، فلازم تبص الشخص ده ايه الاضمانات اللي هو هيرجع تاني للبلد بتاعته. فعشان كده هتلاقي اليومين دول السفاره الامريكانيه is giving a hard time للناس كتير اللي هي بتتقدم على التاشيره. صحيح، فاهمة ازاي؟ بس بالنسبة للناس اللي هي قدرت تاخد التأشيرة او معها تأشيرة بقالها فترة، دي عندها فرصة كبيرة ان هي بتخش اي الدولة اللي هي منحها including الولايات المتحدة، وبيقدموا على معاملات اللجوء، ودي طبعا بتتسهل كتير قوي هنا هو من مكتب الأسايلم أوفيس، بالتالي مش بس من لوس أنجلوس بس من جميع الولايات. هل الفيزا الواحد يحصل عليها لازم تكون من إدارة سفارة الهجرة، ولا ممكن في مكاتب هجرة؟ في مكاتب هجرة دلوقتي، وأنا بحب أقول كده يعني في كل حلقة، مكاتب هجرة بتروح للناس مثلا في مصر أو الميدل إيست، يقولوا لهم تعالوا لي أنا، ادفعوا لي مثلا certain amount of money وانا هطلع لكم الفيزا من مكاتب هجره. لا، هو اللي بيحصل الفيزا دي لازم تطلع من السفاره بتاعت البلد، يعني السفاره الامريكانيه هي الوحيده اللي هي من حقها ان هي تدي الفيزا. ودي طبعا بتتبع عن طريق تعليمات من وزاره الخارجيه، فبهم اللي بيقرروا هيدوا الفيزا او لا. بالتالي المكاتب دي بتبقى مكاتب بتحاول تالف حاجات او بتساعد في فراد او في تقديم اوراق مزوره على اساس تساعد ان هي تقدم الاوراق دي بالنيابة أو on behalf الناس اللي بتقدم، وتقدمها ultimately للسفارة الأمريكانية عشان توافق أو ترفض. بس الالتيميت مين اللي بيعمل الإشونس للفيزا؟ السفارة. مين اللي يرفض أو يوافق على الفيزا؟ السفارة. فهي السفارة أو وزارة الخارجية. مهم جدا النقطة دي، إن في دلوقتي طبعا الناس في مصر وميدل إيست بياخدوا أدفانتج من اللي بيحصل، وبيشوفوا الناس طبعا عايزة تصدق أي حاجة، تعالى طلع لك فيزا، وبيدفعوا فلوس، وفي المكاتب تبقى مكاتب طبعا مزورة، وبعد كده بياخدوا الفلوس، المكاتب بتقفل بعد كده ما بيلاقوش حاجة. فزي ما حضرتك قلتي لازم الفيزا تطلع من السفارة. طيب قبل ما نتكلم على أنواع الأسايلم، طبعا أكيد الناس النهاردة عايزة تعرف إيه أنواع الأسايلم، عايز اعرف ايه الفرق بين الاسايلم والريفيجي. الاسايلم اللي هو الشخص لازم يكون جاء على حدود الولايات المتحده او دخل او عبر حدود الولايات المتحده، بيسموهم اسايلي او بيعملوا اسايلم. الريفيوجي دول الناس اللي هم بيطلبوا اللجوء عن طريق اليو ان او اليونايتد نيشن من بره الولايات المتحده في دول اخرى، وبعد كده بيبعتوا اسايلم اوفيسرز في البلاد دي بتحقق معاهم وبتمنحهم الحماية. فدول عشان برا الولايات المتحدة بيتسموا refugees، بس الاتنين the same، الفكرة داخل الولايات أو برا الولايات المتحدة. طيب نرجع للأسايلم بقى، ايه أنواع الأسايلم؟
يعني البيسز او الجراوندز الواحد ممكن ياخد فيها اللجوء كذا عده حاجات. طبعا المعروف او الساري بالنسبه لجميع الجاليه بالنسبه للدين، فدي حاجه مهمه جدا اثبات الدين. تاني حاجه بيبقى عن طريق الراي السياسي، لو شخص مثلا دخل في let's say ناس داخله في المظاهرات والتحرير وضد راي الحكومه، ده بيسميها الراي السياسي او البوليتيكال اوبينيون. في ناس بتطلب اللجوء عن طريق الريس بتاعهم، دي طبعا مش موجوده في مصر بس دي انا مكتبي بيعمل منها كتير برضو، اللي هم الناس اللي هم من اصل صيني وعايشين في اندونيسيا، الاصل او الريس بتاعهم التشاينيز ده بيسبب لهم اذى جامد جدا في اندونيسيا وبيتعذبوا، فده جراوندز تاني كنت تطلبي اللجوء. في ناس بتطلب اللجوء عن طريق الختان، دي طريقه تانيه بالنسبه للستات، يعني بيسمح لك انك انت تاخدي فيها الجراوندز للجوء. في حاجه تانيه مش هتصدقي اسمها الدوميستيك فايلنس، دي تحت حاجه اسمها ممبرشيب ان بارتيكولر سوشيال جروب برضو اللي هي بتشمل منها الختان. لو الست حصل لها دوميستيك فايلنس، دوميستيك فايلنس اللي هو الاذى عن طريق الزوج، بس دي لازم يجي لها كليرنس من واشنطن لما بتقدم الابلكيشن بيز على الزوج بس، بس دي من حقها لو تثبت ان هي اتعذبت في الحياة الزوجية او اتضربت او اتحصل لها اي نوع من الفيزيكال ابيوز وراحت للحكومة بتاعتها واثبتت ان الحكومات بتاعتها ما بتساعدهاش، دي من حقها برضو اللجوء. في حاجة تانية، الناس اللي هم عن طريق الناشوناليتي بتاعتهم، هتقولي ناشوناليتي زي مين؟ في مثلا الفلسطينيين عايشين في عارفة المنطقة منطقة غزة، وعن طريق اللي بيحصل دي ده برضو بناء على الجنسية بتاعتهم من حقهم ان هم يقدموا اللجوء. يعني في مليون حاجة اكشولي. المحكمة الدستورية الناين سيركت نزلت الستات بس اللي هم من غواتيمالا بيحصل لهم من ايجز 14 لايجز مش عارفة 45 تعذيب وبيتخطفوا وبيتعرضوا ل يعني لتعذيب اما جسدي اما يعني مش عارفة اقول الكلمة I think it يعني ممكن يتحطوا في سليفري، دي عن طريقها ممكن بياخدوا عن طريق اللجوء. بس طبعا الحاجات دي مش موجوده بالنسبه للدول بتاعتنا، بس انا بقول لك ايه جراوندز اللي هي المحكمه العليا او القوانين اللي هي الهجره مسامحه لك بيها. هل الواحد ممكن يقدم الاسايلم في بلده ولا لازم يكون في البلد نفسها اللي هو بيقدم عليها؟ لا لازم ما يقدرش يكون في البلد اللي بيطلب منها اللجوء، لازم يكون خرج من البلد بيطلب منها اللجوء. فاهمة ازاي؟ يعني مثلا العراقيين لما حصل لهم مشكلة واللي كانوا بيعملوا ترجمة أو كانوا بيشتغلوا مع القوات الأمريكانية في العراق وحبوا يهربوا، لازم يطلعوا بره على الأردن ويطلبوا اللجوء من بره البلد. يعني اي حد في مصر ما يقدرش يروح السفاره الامريكيه يقول لها انا طالب اللجوء، لازم يطلع بره مصر. او مثلا الناس اللي في سوريا، طبعا احنا ما عندناش سفاره في سوريا بس ان جنرال لازم تطلعي بره البلد عشان تقدري تطلبي اللجوء. يعني هل ممكن الواحد يطلب اسايلم هو مثلا يعني ليتس سي لو هو في مصر يطلع مثلا على لبنان ويطلب اسايلم من هناك؟ ممكن، بس انا عندي كذا حاله بسمع عنها في لبنان وفي سايبرس وبعتوا اسايلم اوفيسر يعمل انفستيجيشن وتحقيق واترفض وما تعرفيش ليه. يعني هي دي بقى بيسموها ريفيوجي عشان بتطلب اللجوء من الولايات المتحده من بره الولايه عن طريق السفاره في دوله اخرى. يعني chances احسن ان هم يكونوا جوه البلد، ان هم يخشوا جوه البلد تبقى احسن. احسن ليهم. طب let's say مثلا واحد دخل البلد وقدم على اسايلم، المفروض الواحد يقدم بعد دخوله بقد ايه؟ هو القانون بيقول لك لازم تقدمي المعامله قبل ما تتمي سنه من دخولك الولايات المتحده، القانون بيقول لك 1 year، بس في استثناءات للقانون، كل قانون له استثناء وفي كذا استثناء. من ضمن الاستثناءات انك انت تكوني داخله let's say على student visa، او لو let's داخله على employment base اللي هي H1B وبقالك هنا سنتين ثلاثه. ممكن لو وريتي لهيئة الهجرة انك انت دخلتي وخليتي ستاتس بتاعتك قائمة جيدة at all time وفي خلال 6 شهور من انتهاء الفيزا بتاعتك قدمتي على اللجوء، القانون بيسمح لك الاستثناء ده. بيقولك انك انت جيتي وكنت بتنظري الأحوال في بلدك وكنت قاعدة هنا مؤتمنة وبعدين لما خلص الفيزا في خلال 6 شهور بيديك القانون الفرصة انك انت تقدمي. في حاجة تانية ممكن تثبتي عليها عن طريق عدم كفء محامي دفعتي له الفلوس خلال سنة.
صحيح. بيسموها ineffective assistance of counsel، انك انت تقدمي وتقولي انه دفعتي الفلوس للمحامي وكان المفروض يقدم الاوراق في خلال سنه وما قدمهاش في خلال سنه. في ثالث حاجه وحاجه مهمه ممكن تفيد الجاليه المصريه، انه في تغيير جذري في البلد، change circumstances. ده بيبقى تغيير جذري في البلد، من حق القانون بيقولك حتى لو بقالك هنا 10 سنين وفي تغيير جذري في البلد، ده من حقك انك انت تقدمي بناء على التغيير الجذري. في حاجة تانية مهمة جدا، والاكشن اللي عاملة مرافعة عليها او عملت مرافعة عليها قدام الناين سيركل كور اوف ابيل في 7 فبراير، لو انت تغير حالك هنا اهو. فور اكزامبل، الكلاينت بتاعي ده انضم المجموعة السياسية وهو جوه البلد، يعني هو دخل من سنة 2000 وقدم على اللجوء في 2004، بس ثبت ان هو انضم في مجموعة بوليتيكال بتحاول يعني تطلب الاندبندنس بتاع ايلاند معينة في اندونيسيا، وبسبب انضمامه للبوليتيكال اكتيفيتي دي ومظاهراته قدام السفارة الاندونيسية في لوس انجلوس ان حياته ممكن تتعرض للخطر. فده بيبقى تغيير مش بالنسبة لحالة الدولة بس بالنسبة للاكتيفيتيز بتاعتك. ممكن حد تاني مثلا جاء دخل بدين معين وتحول الديانة بتاعته، ده تغيير في البيرسونال سيركمستانسز بتاعتك. ممكن تقدمي لجوبنا، في عندنا ناس كتير قوي من ايران مثلا بيبقوا مثلا جانا اسلام وبتتغير للجانا مسيحيه وبيطلب عن طريقها اللجوء، لان الحياه معرضه للخطر. أيوة. في اي بلد ممكن تقبله. في القانون بيأمل حاجه تانية، لو في immigration consultant عمل فراد عليكي، واحد باراليجل اخذ منك الفلوس وعدك انك انت هيعملك الابليكيشن في خلال سنه وبعدين اخذ الفلوس وما عملكيش حاجه، في المحكمه الدستوريه اعتبرت ان الفرود عن طريق واحد باراليجل كان تولد ستاتيو بتاعت الونير. الاكسبشنز الثانيه المينتنس، حاجه مهمه ثانيه، لو ثبتتي انك انت تعبانه نفسيا وجالك تراما برضو، انا دي لسه مستنيه هوبفلي المحكمه تحكم في نظر في القضيه دي، يمكن تطلع قانون جديد. الشخص ده لو اثبت ان هو عنده حاله نفسيه مضطربه بسبب اضطهاد قاسي حصل له في بلده وانه دخل كان مضطرب، بس لازم نوري ان هو اتعالج هنا عن طريق either psychologist او عن طريق psychiatrist، وان هو قدم بعد ما حالته اتحسنت. فهمتي ازاي؟ yeah. انا مثلا عندي القضيه دي، يا حرام بنتهم ماتت في المستشفى بسبب عدم يعني كفاءه او مش عايزين خدمتهم عشان هم تشاينيز من اندونيسيا، ما انا بقول لك بيعذبهم، فالبنت ماتت قدامهم، فكانوا دخلوا البلد هنا مضطربين لمده سنه ونص او سنتين، وبعد الثيرابي حسوا ان هم احسن وقدموا، فدي استثناء تاني. فهمتي؟ ففي يعني there are always exceptions to the law بس you have to really argue it very well. اوكي طيب بعد اذنك ناخد شويه مكالمات. اتفضل. ماجد معانا، مساء الخير يا ماجد. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. عايز اقول لك استاذه جيهان من ورا الشاشه، الله يخليك، ميرسي جدا يا فندم. سمعتها معروفة وسط عندنا لحد مصر وربنا الله يخليك. مرسي خالص، متشكرة جدا يا فندم. أستاذ أنا عندي سؤال. أنا كان في حد، أنا دخلت السفارة أكثر من 4 أو 5 مرات وللأسف اترفضت. في حد قال لي أنا ممكن أساعدك في القصة دي، هو صديق عايش في أمريكا. وأخذ مني بيانات وجاب لي حاجة اسمها حجز مستشفى، على اساس ان هو دي بتبقى اسهل في السفاره اني ادخل فيزا عاديه. وجاب لي فعلا الحجز، دخلت بيه السفاره، للاسف السفاره قالت لي لا الحجز ده مش مظبوط والورقه دي مش مظبوطه. اوكي، يبقى هم عملوا انفستيجيشن مع المستشفى وتاكدوا ان الحجز ده مش مظبوط. بعد كده اللي عامل معايا الانترفيوز على الشباك قال لي مفيش اي مشكله، اعمل حجز صح. وبعد كده تعالى تاني. عملت حجز صح انا بنفسي، كنت في المستشفى. ورحت ودفعت ديبوزيت فيه. ورحت السفاره، لسه الكلام ده قريب خالص. قالوا لي لا انت على البلاك ليست. قلت لهم بس انا ما اعرفش اي حاجه عن الكلام الاولاني ده، كان في صديق قالوا لي لا ما نعرفش، انت اللي قدمت الورق ده بنفسك، احنا دي مش قصتنا احنا. واعمل التماس للقنصل وهو ممكن يحاول يشيل لك الكلام ده، بس انا عملت التماس للاسف الالتماس بتاعي اترفض، وانا لحد دلوقتي موجود على البلاك ليست.
فهل ليها حل؟ وهل لو انا رحت اي دوله ثانيه مثلا اوروبيه اقدر ادخل ممكن السفاره الامريكيه من هناك واعمل مثلا اقول لهم ان انا عاوز اعمل لجوء، ولا ما ينفعش، ولا ايه اللي ممكن يتم؟ طب انا هقول لحضرتك بالنسبه لحكايه البلاك ليست دي، ممكن انك انت تفضل على البلاك ليست لان اوريدي وريت انك انت قدمت اوراق مثلا بالنسبه لهم، انا ما بقولش اوراق مزوره وان الحجز ما كانش مظبوط. انا عارفه ان مش حضرتك اللي عمل الحجز، بس الشخص اللي ساعدك ده خطا كبير، كان المفروض ان هو يعمل الاوراق صح ويعمل الحجز صح ويقدم الاوراق كلها مظبوطه. بس دلوقتي زي ما بيقولوا ميه تحت البريدج، اللي احسن نفكر ايه اللي ممكن نساعدك بيه. بالنسبه لحضرتك تقدم تاني في السفارة، بتهيألي أفضل أنك تستنى شوية عشان أنت فعلا على البلاك ليست. الفكرة هتقولي أصبر قد إيه، ممكن تصبر 6 شهور تاني. رد السؤال، لو حضرتك رحت دولة أوروبية ورحت السفارة الأمريكانية تطلب اللجوء، تحاول، بس أنا بقولت لك من خبرتي، واحدة في ناس بعرفهم راحوا سايبرس وناس بعرفهم راحوا لبنان، والسفارتين عملت لهم مشكلة. بس you can always try. انا دايما ما بحبش احبطك اقول لك لا، why not, why don't you try. ودي يمكن عندك قصه يعني فظيعه حصلت لك في مصر، وممكن الاوراق تتقدم وتطلب عن طريقها من السفاره الاوروبيه انك انت تطلب اللجوء. اللي بيحصل انه بيخلوك فتره مينيمم 3 4 شهور لحد ما يبعتوا اسايلم اوفيسر او يجمعوا اكتر من نفر في السفاره دي عشان يبعتوا اسالم اوفيسر يسافر من الولايات المتحده الى الدوله الاوروبيه عشان يعمل تحقيق معاك. هي الفكره انها بيبقى فيها تاخير كبير. اوكي. حد كان قال لي ان البلاك ليست ده ممكن يستمر معاك مدى الحياه، هل الكلام ده مظبوط ولا هو ليه وقت معين في معينه؟ لا مش شرط يبقى مدى الحياه، لا مش مدى الحياه، لا ممكن، بس انت لازم يبقى معاك اوراق مظبوطه وتقدم بيها. اوكي، وكانت غلطه كبيره، بس ربنا ان شاء الله يباركك في المره الجايه. لما بقول لك لو انت عايز تعمل فكره اللجوء عن طريق السفاره من دوله اخرى، حاول، بس لازم يبقى معاك فلوس كتير انك انت تقعد في الدوله الاوروبيه دي، لان انا بقول لك السفاره الامريكانيه بتاخر الناس كتير، لان هي بتحتاج اوفيسرز. ان هم هقول لك حاجه تانية، في ناس بتيجي على الحدود وتطلب اللجوء. اوكي، ما اعرفش ازاي بيعملوها، بس انا عارفه دلوقتي ان الاسايلم اوفيس كومبليتلي واقف، مش بيعمل انترفيوز خالص للناس اللي مقدمه اسايلم جوه الولايات المتحده، عشان ثلاث ارباع الاوفيسر بيعملوا حاجه اسمها كريديبل فير. ايه كريديبل فير دي؟ اللي هي الناس اللي بتبقى جايه على الحدود او معاها فيزا واكتشفوا ان هم فعلا مش داخلين سياحه وبيطلبوا اللجوء وبيعملوا فما اعرف اذا كان ممكن تيجي على اي مطار من مطار الولايات المتحده وتطلب لجوء على الحدود. طب انا لو رسلت السفاره وقلت يعني بعد فتره معينه وقلت لهم هل انا موجود على البلاك ليست ولا لا، من حقي ولا لا؟ من حقك، طالما الشخص قال لك انك انت على البلاك ليست كلمه تاني قول له ام اي ستيل اون ذا بلاك ليست، وربنا يوفقك. شكرا لك. اوكي، ربنا معاك يا ماجد. نرمين معانا، مساء الخير يا نرمين. ممكن اشارك في البرنامج؟ اتفضلي. طبعا انا عملت قضيه لجوء انا وجوزي وعيالي، انا موجوده هنا في شيكاغو، بس بقالي شهرين ونص لسه الرد ما جاش، والفيزا بتاعتي يا رب تخلص، هتخلص على اول 4. اعمل ايه؟ لا تستني، لان طالما حضرتك طلبتي اللجوء القانون بيقول لك في الولايات المتحده الفيزا بتاعتك من ساعه التقديم ملغيه، فما تعتبريش حاجه، بس القانون بيقول لك ان من حقك الاقامه الرسميه في الولايات المتحده الين هيئه الهجره ترد عليكي، فانت الاقامه بتاعتك دلوقتي سليمه وساريه. يعني أوكي. ما تجدديهاش ولا لا؟ طبعا ما تجدديهاش، ما تجدديهاش، ده بيتناقض مع مطالبه اللجوء. انت اللجوء بتقولي يا حكومه امريكانيه احميني، التجديد بيقول لهم يا حكومه امريكانيه انا هرجع، بس اديني اكستنشن 6 شهور. فهمتي؟ بس يعني مفيش مشاكل؟ مفيش اي مشاكل. مثلا قعدت يعني جالي مثلا رد بعد 3 شهور 4 شهور، مفيش مشكله؟ مفيش اي مشكله، طالما بس وانس جالك الرد، يعني جاد فوربيد ان شاء الله مبروك مقدما، بس لو جالك رد مش كويس يمكن تحوليه على المحكمه والقضيه بتتسمع مره تانية، بس ان شاء الله تاخديها من الاوفيس. ان شاء الله. مع السلامه. في سؤال ثاني بس ممكن اسال حضرتك؟ اتفضلي. في واحده مقدمه لجوزها وهي اوريدي في امريكا وجوزها اوريدي في مصر، ايه الورق اللي هو المفروض مطلوب من الزوج ان هو يعمله؟ ولا حاجة لحد ما يجي الموافقة. لحد ما يجي الموافقة، بعد كده هو لازم يعمل فيش وتشبيه في مصر، ولازم يعمل يمكن ميديكال ريكورد، وبعدين السفارة بتحدد معاه ميعاد. طب هو يعني هل هو لازم يعمل الإجراءات دي لو هو في مصر؟ فرضا هو سافر مثلا بره البلد، لازم يرجع تاني مصر؟ طبعا، هو الفيزا بتجيله على مصر، الدولة اللي هو مقيم فيها. اوكي؟ طيب، شكرا.
اوكي ميرسي، ميرسي او شكرا. ميرسي يا سيلفيا، ناخد سيلفيا معانا. مساء الخير يا سيلفيا. دكتور انا كنت مبسوطه جدا يعني ان انا شاركت معاكم النهارده في الحوار. اتفضلي. ولو تسمحي لي اكلم استاذه جيهان بليز. اتفضلي هي سامعاكي. اوكي انا كنت عايزه اسال عن انا الجرين كارد بتاعي، انا اتجوزت جوزي بقاله سنه 3 سنين او سنتين، واحنا الجرين كارد بتاعي هيتلغي بعد سنتين، هو اولموست هيتلغي في شهر 5 الجاي. فهل انا عايزه اجدده ولا ابدا اطلب بالسيتيزن على طول؟ لا طبعا لازم تجددي، سنتين لازم تجددي، ولو ما جددتيهوش الإقامة بتاعتك هتسقط وممكن تحاولي على المحكمة ترحيل immediately. لازم تجددي، ولازم تجددي 90 يوم قبل الانتهاء. وعبارة يعني وأدفع فيز قد إيه؟ معرفش، ما عنديش الفيز، بس الفورمة is I-751. اوكي ثانك يو سو ماتش. ميرسي خالص. ثانك يو. ليلى معانا، مساء الخير يا ليلى. مساء الخير. اهلا يا حبيبتي. بقول لحضرتك انا معايا سيتيزن امريكا هنا. وبعدين انا مقدمه لبنتي من 2005، يا ترى فاضل لها قد ايه؟ بنت حضرتك متجوزه ولا مش متجوزه؟ متجوزه. بيعملوا في سنه 2002، فلسه قدامك 3 سنين. طب كتر خير. طب الواحد ياخد مامته بعد قد ايه؟ يعني ايه ياخد مامته؟ مش واخده بالي. يعني واحد عنده سيتيزن هنا وبيقدم ياخد قد ايه؟ كام شهر ولا كام سنه ولا ايه؟ اوكي، لو الوالده جوه الولايات المتحده ممكن تاخد الجرين كارد في 6 شهور وتقعد ايميجيت وتطلع لها الورك بيرمن او عقد العمل او السوشيال سيكيورتي في خلال 60 يوم. لو الوالده خارج الولايات المتحده وهو بيقدم لها بتاخد من 7 شهور ل9 شهور. كتر خير. ميرسي خالص. ميرسي. سلوى. سلوى معانا، مساء الخير يا سلوى. مساء الخير. اهلا بحضرتك. كان عندي سؤال لو سمحتي. اتفضلي. انا معايا البريتش باسبورت وكنا عايزين نيجي نقيم في الولايات المتحده، فمش عارفه ايه الاجراءات القانونيه اللي ممكن اخدها. ممكن حضرتك تعملي انفستمنت فيزا لو معاكي 100,000 تشتري مشروع هنا، وعن طريقها ممكن تعملي انفستمنت، دي طريقه. او لو معاكي شهاده جامعيه وعندك امبلوير سبونسر من يو اس كوربوريشن هنا، اهو يعملوا لك سبونسر بالنسبه للعمل، دي طريقه تانية تقدري تاخدي بيها الاقامه. يعني هي الطريقتين دول يعني الا لو حضرتك مش متجوزه وفي سبونسر، دي حاجه تانية عن طريق الفاميلي. لا يبقى عن طريق البيزنس او الانفستمنت، لان قانون اللجوء مش هيساري ليكي اللي معاكي اقامه في دوله اخرى. ثانك يو. اميره، مساء الخير يا اميره. اميره. اهلا اميره. ايوه معاكي حضرتك. اهلا يا حبيبتي، ازيك؟ الله يخليك. اكلم الاستاذه. اتفضلي يا سماكي. انا حكايتي تبتدي ان جوزي كان داخل امريكا ونزل مصر كاسر فيزا سنه 2005، بعد كده جانا اللوتري في 2006، اخر 2006 في السفاره في مصر، وبروني انا والاولاد ورفضوا جوزي. دخلت مع محاميه في ورق من 2007 قالت لي هنمشي في خطين لم شمل الاسره وحاجه اسمها ويفر. ويفر ذاتس كوركت. قالت لي لم شمل الاسره هيترفض، وده الخطوه لازم احنا ندخل فيها عشان نمشي في الويفر. وفعلا دخل السفاره في مارس 2012 لم شمل الاسره واترفض. وعملنا الملف بتاع الويفر وردوا عليا بالرفض برضو. وعملنا ابيل للرفض بتاع الويفر وبرضو اترفض. واو، يا ترى انا اعمل ايه؟ لا انت اكزاستد everything. الويفر الابيل بتاعه اترفض. اترفض من امتى الاستئناف؟ انت قلتي لي الويفر اترفض في 2012، طب الاستئناف بتاعه بياخد سنه ونص سنتين، فبتهيالي ده لسه pending. اللي احنا 2013 الابيل انا لسه جاوب اكيجاني الاسبوع اللي فات من اسبوع، اللي هو الرفض بتاع الابيل. طب انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه، هو عشان كسر الفيزا. الفكره وانس كسرتي الفيزا اكتر من 180 يوم انت ممنوعه تخشي الولايات المتحده لمده 10 سنين الا لما تثبتي حاجه اسمها ويفر، وعن طريق الويفر دي لازم توري الهاردشيب، يعني
أزمات كتيرة على الزوجة والأطفال. فأنا ما أعرفش إيه الهارشيب اللي أنت قدمتيه وإيه معاملة وإيه how thick الويفر متقدمة عشان تثبت الهارشيب على الأطفال. رحت الدكتور المحامية بتاعتك بعتتك عند الدكتور نفساني أو سايكايترست؟ أيوة أنا. وقدمتي الأوراق دي كلها؟ كله ده مقدمة. وعندك عيال عندهم كم سنة؟ أنا عندي 19 و15 و8. يعني عندكم 3 أطفال يعني 3 permanent. أوكي. حاولتي تدخلي كونغرسمن في الحكاية دي؟ فكرتي تدخلي كونغرسمن؟ يعني إيه؟ يعني تكلمي واحد من اللي هو الكونغرسمن بتاعك. أنا كل ورقة مع المحامية وهي اللي بتتصرف، هي بتقول لي اعملي أوراق من دكاترة، جايبة أوراق من دكاترة، وكنتي هنا برضه وديتها وجايبة ورق من دكاترة نفسية وفيزيكال وورق مدارس وهارد شيب اللي حصل في مصر ومشاكل مصر، وعاملين ملف كبير. طيب عامله لك ملف كبير، لو انت بتقولي عامله حاطه الحاجات دي كلها يبقى فعلا حاطه لك لوت اوف هاردشيب، وبرده اترفضت. مش عارفه اقول لك ايه. فيري باد. هو رادد عليا بيقول لي الهاردشيب اللي انت كده ده مش مقنع. لا هو مقنع، صدقيني هو مقنع ومقنع جدا، ده كفايه الاحداث اللي بتحصل في مصر، بس هم مش عايزين يديها له بالعربي كده، لان دي بتبقى عن طريق السفاره، والسفاره بيبقى عندها بيسموها الديسكريشن ان هي توافق او ترفض مين اللي يخش ومين يطلع، ومن ضمنها الويفر. فازمات الرفاكت انا عارفه ان هو كان بره البلد، بس الحاجه الكويسه اللي طلعت دلوقتي من بريزيدنت اوباما ان الناس كانوا بتبقى عنده زوجه او زوجه زي حضرتك وبنطلعه بره ويتعمل الويفر من بره. دلوقتي ثانك جاد ان اوباما بيخلي نعمل الباردون او الويفر من جوه الولايات المتحده، وبعد ما يتوافق او يترفض عليها الشخص ده يطلع وياخدها يا دوبك مده اسبوع بستامب على الباسبور ولا لا. فدي الحاجه الوحيده اللي كويسه اللي عملها البريزيدنت. مش عارفه اقول لحضرتك ايه. انا عامله الوفر من هنا. ما انا عارفه انت بتعمليه من هنا، بس الفكره ان هو اصلا ما دخلش، بس في ناس بتبقى اوريدي جوه البلد وبنطلعهم بره عشان ياخدوا الجرين كارد انترفيو، وكان لازم يعملوا الويفر من الامبسي، بس بريزيدنت اوباما غير الحكايه دي، ودلوقتي الويفر بيتعمل من داخل الولايات المتحده وبيتوافق او يترفض من داخل الولايات المتحده، والشخص بيبقى عارف هيرجع هياخدها او اترفض لا ما يرجعش. فهمتي انا اقصد ايه؟ ففي الحاله بتاعت حضرتك الويفر اترفض والابيل اترفض. شوفي الابيل لو من الديستريكت كورت لو ممكن تاخده للناينس، انت مش عارفه بتكلمي من اولى، بس ممكن الابيل ده بيتاخد للديستريكت كورت، فشوفي اذا كانت المحاميه بتاعتك ممكن تعمل لك ابيل للديستريكت كورت، تطلعي من حاجه اسمها الايجنسي بقى تخشي للكورتس. وجود لك ليك. ثانك يو. اها الو. ايوه اتفضلي. ممكن ان احنا نجيب ورق جديد ونعمل اوفر جديد، هل ده صح ان انا اقدم اوفر من جديد؟ لا لا اتس فيري تاف، طالما رفضوه اتس فيري تاف، افضل ان حضرتك تاخدي الاستئناف. اوكي طيب شكرا يا اميره. وناخد ابن الرب. مساء الخير. الو الو. اهلا بحضرتك. اكلم استاذ جهان بعد اذن حضرتك. اتفضل هي سامعك. اتفضل استاذ جهان، احنا بنحبك خالص يعني، وانت الله يخليك. الله يخليك الله يخليك. ربنا يخليك. احنا بس في سؤال واستفسار. الاستفسار الاولاني، انا ابني مقدم وعند حضرتك ومن شهر اكتوبر لغايه النهارده مفيش غير الفينجر برينت بس اللي اتعمل ومفيش اي رد. يا فندم انا لسه حاكيه من دلوقتي ان في مشاكل في هيئه الهجره، كل الاوفيسر دلوقتي بدل ما بيعملوا انترفيوز للاسالم بيعملوا حاجه اسمها كريدبل فير، والضغط الفظيع من مصر ومن سوريا على مكتب الاسالم اوفيس لحد دلوقتي عندهم مشكله، ما عندهمش كميه اوفيسرز تكفي الناس اللي مقدمه يعني. وفي بالنسبه للناس اللي هي قدمت من شهر يوليو لشهر اكتوبر 2012 او قول لحد نوفمبر 2000 كلها وقعت من السيستم. هتقول لي ليه وقعت من السيستم؟ كان في وقتها الناس بتقدم بالهبل، at the same time كان في الاوفيسرز زهقوا، في ناس حولت على سنترز ثانيه في اللاجونه يعملوا ابلكيشنز ثانيه غير الاسايلم، او ناس جديده جايه باعتينها للتمرين لواشنطن دي سي، فمكتب الاسايلم كان مقفول. اوكي وناس لسه بتقدم. مين وايل رجعت الناس، اسمعني بس يا فندم، رجعت الناس تاني
يعني من الاوفيسز وجاي لها الكميات، فحطوا الناس دي في بلوك. بس انا بتقلي ثلاث ارباع الناس اللي عندي متكلمه مع الكونجرسمن، وفي كتير قوي واخده يعني احنا مش ساكتين، احنا بنعمل انكوريز، واكيد حتى ابنك قايل لك بنعمل انكوريز ومدخلين كونجرسمن اوفيس عشان يتدخل عشان يحاول يجيب لنا انترفيوز، بس دي مش بايدي. فاهم ازاي؟ لا 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 مش انا بقول لك ايه اللي حصل، يعني في ايه يعني؟ ما انا بقول لحضرتك اللي حصل، كميه ضغط فظيعه على الاسايلم اوفيس في ذا سيم تايم، ما فيش مان باور زي ما بيقولوا عماله في مكتب الاسايلم اوفيس ان هي تستحمل الكميه دي. ان اديشن وقعت ثلاث شهور من الاسايلم اوفيس بسبب ناس طلعت من الاسايلم، الناس الجديده كان بعتينها تريننج لواشنطن وحطوا ناس اون هولد. بس انا في مجموعه كبيره قوي اخد يعني اخدوا من الناس اللي وقع من اكتوبر او من جولاي لاكتوبر، قدرت اجيب لهم انترفيوز يعني I would say about 70%. اوكي تمام ربنا يخليكي. ربنا يخليك. هو عامل عموما حاجه اللي هي الورك بيرمننت وطلعت له اكيد. لا لسه ما جاتش 70 يعني، بس احنا منتظرين يعني. يبقى 45 days 45 days من ساعه التقديم. يا كتير قوي يا فندم، يعني انا لو عليا اديلهم الباسبور الامريكاني على طول. بس انا ماشيه بالقوانين والمواعيد. Your hands are tight. My hands are tight. Yeah. As a matter of fact من ضمن الناس اللي كان هي واقعه اخذتهم عشان اقول لهم بس انا يعني مش قادره، اخذتهم وطلبنا نقابل السوبرفايزر. والسوبرفايزر طلع علينا بمنتهى البرود، قال للكلاينتس بتاعه وهم سامعينهم يا رب يكونوا سامعيني دلوقتي، قال لهم انا عندي انتوا زيكم زي ملفات كتيره مركونه عندي، يعني الشخصيات بقت ملفات على الرفوف. يعني اتس نوت نايس، يعني اتس نوت نايس ان الحكومه الامريكانيه بتعمل كده. وبس انا كمان ماي هاندز ار تايت، انا كل اللي اقدر اعمله كان احاول اسال ابعت الناس يوم الاربعاء بيعملوا انكوريز او اكلم الكونجرسمان، بس ذس سو ماتش اي كان دو. أم رامي معانا، مساء الخير. مساء الخير. أهلا بحضرتك. هلا وعيني. كيفك يا أختي جيهان؟ أهلا بيكي، زي حضرتك. هلا وعيني أختي. العفو، أنا عندي أخ بالنرويج. طلع من العراق، طلع من العراق اللجوء عن طريق مهربين، فما أنطوا له إقامة. لحظة واحدة ما سمحتش، وبعدين طلع مع مهربين وبعدين يعني طلعوه مش رسمي. دفع فلوس وطلعوه على النرويج. وما يعني بالنرويج ما حصل إقامة. فطلع مرة ثانية على ألمانيا. وتعرفين الاتحاد الأوروبي من ياخذون البصمة بالاتحاد الأوروبي راح يكون مرفوض. فشنو الحل يا أختي؟ لا حد انا ما اعرفش، دي بلاد اوروبيه، انا متخصصه بس في قانون الهجره في الولايات المتحده، فما اعرفش كل دوله في اوروبا ليها قوانين بتاعتها، فما اعرفش هو له اخر بلد فيها دلوقتي المانيا، فممكن حضرتك يسال في المانيا او قوانين الالمانيه عن طريق محامي هناك، بس انا متخصصه بالنسبه لقوانين الهجره في الولايات المتحده، فمش عارفه ازاي ممكن اساعدك في حاجه. يعني هو ما يريد يرجع لانه تعرفين ظروف العراق. ما انا بقول لحضرتك يمكن يحاول يقدم فيزا او حاجه يخش هنا، بس طبعا ما فيش السفاره الامريكانيه في اي دوله اوروبيه مش هتقبل تقبله. ليه؟ لانه ما عندوش اقامه دائمه او اقامه رسميه في البلد اللي هو بيطلب منها الفيزا، فدي هتبقى مشكله كبيره. شكرا عيني. ميرسي حبيبتي. الاستاذ جورج، مساء الخير. استاذ جورج معنا؟ مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. صوتي يبين. وانت طيب؟ صراحه انت الاثنين زي القمر اول الشاشه. الله يخليك، ميرسي. ربنا يخليك يا رب. ثانك يو، ميرسي. ممكن تفضل يا سماعك، تفضل. استاذ جهاد. اهلا بحضرتك يا فندم، سماعك. حضرتك ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. انا ومراتي من 12 سنه 13 سنه جيت هنا. حضرتك جيت من 12 او 13 سنه ده اللي سمعته صح؟ ايوه يا فندم. ملكة. ودلوقتي عملت اثبات طريق النت واشكر ربنا خدت من ابروبه. الصوت بيقطع. يا استاذ جورج معلش تعيد السؤال تاني او ال كويس. عارفين جيت هنا من 12 سنه انا ومراتي وسافرنا خدنا يعني سنه مصر يعني. اها. وقريت
تعرفش تاني، وجينا هنا حاجة عملنا الطياره. اها. خدت الكوماند ابروفل عن طريق النت. لا مش عن طريق النت، اخذت ريكومندد ابروفل من مكتب الاسايلم اوفيس. طيب بدايه. ها نعم؟ بدايه، خدت بدايه قصدي انا عملت ابلكيشن في النت وكانت على طريق هو عمل ابلكيشن على النت واخدها عن طريق السفاره. لا الاسايلم انت بتتكلم على الاسايلم؟ ايوه فهمت. لا يا فندم ما حدش بيقدم اسايلم عن طريق النت. لا عملت عن طريق النت. لا يا فندم استحاله استحاله تكون قدمت اسايلم عن طريق النت. استحاله. لا يمكن حضرتك بتتكلم على نوع ابلكيشن تانية قدمتها، بس الاسايلم لازم تتقدم وبتتبعت في مكاتب اسايلم معينة، ولازم يبقى في تحقيق في قصتك مع اوفيسر. بس الاسايلم ما بتتبعتش عن طريق النت. I'm positive on that. نعم يا فندم. بعتها. طب بعدين اتفضل يا استاذ جورج، وبعدين ايه اللي حصل؟ خدت كومنت ابروفال. اها. قالوا ولادتي هنا، ولادتي هنا في مصر، ولادتي لما الولاد هتاخد حاجه عليهم يعني بتاخدها؟ حد لو ما جاش الفاينل ابروفال. لا الفاينل ابروفال هيجي لك، هي الفكره امتى هيتغير الريكومندد لفاينل. هو الريكومندد بيقول لك ان هو موافق عليك، بس الاف بي اي لسه بيعمل كليرنس اللي ما عندكش اي ترك تيرس اكتيفيتي او كريمنال اكتيفيتي، بس هي هتجيلك. فهمت؟ الايه يا استاذ جورج معلش التليفون بيقطع خالص. فينجر برنت عليك، الفينجر برنت. فينجر برنت. ما انا عارفه الفينجر برنت، ما هو بالفينجر برنت دول بيعملوا كليرنس عليك، الباك جراوند بيسموها باك جراوند كليرنس. فانت لحد ما الباك جراوند كليرنس دي تخلص هتتحول الريكومندد للفاين. الايه يا استاذ ماجد؟ مشكلة الولادة حضرتك، الولادة. إن احنا نزلنا مصر ما دفعناش الفواتير، لأن كنت عامل شريط كير. أنت حضرتك سامعة؟ لا أنا مش سامعة. أنا مش قادرة أفهم أستاذ جورج، يا ريت لو ممكن تكلمنا تاني وتقول لهم إن أنت كنت على الخط، تكلم من تليفون تاني لو بتكلم السيل فون، يا ريت تكلمنا من لاند لاين، لأن الخط بيقطع خالص ومش فاهمين سؤال حضرتك، أنا آسفة الموضوع ده. معانا الأستاذ شريف، مساء الخير. الو. اهلا يا استاذ شريف. ايوه اهلا بحضرتك، اتفضل حضرتك على الهوا. مساء الخير. مساء النور. صباح الخير بقى عندنا. انتوا في مصر صباح الخير. انا بتكلم اسكندريه. ربنا يبارك فيكوا في البرنامج. الله يخليك ويخلينا الاستاذه جيهان. الله يخليك. سؤالين بس حضرتك ببساطه. بالنسبه للاسايلنت، لو حصل مثلا اسايلنت هناك، هل العيله اللي بتبقى في مصر او في البلد بيحصل لها اي ضرر او اي حاجه من الموضوع ده؟ بتاتا يا فندم، بتاتا يا فندم، ولا حاجه، ما بيحصلهاش ولا حاجه. تمام. طب الجزئيه الثانيه، ان الجزئيه الثانيه ان نفترض ان عملنا الاسايلنت هناك، هل في مده معينه؟ افرضي حصل ظروف مثلا في مصر، الوالد تعب، حد كده حب حد ينزل، هل ده ممنوع ولا لا منتقد ولا حاجه؟ لا ولا؟ انا هقول لك حاجه، القانون القانون مبدئيا بيقول لك لا انت مش ممكن تنزل لانك انت قلت انك خايف، بس القانون بيبقى فيه زي ما كل حاجه ليها استثناءاتها. من ضمن استثناءات القانون لازم توري ان في سبب جذري خلاك تجازف بحياتك وتنزل تاني البلد اللي انت طالب منها اللجوء. ايه هو السبب الجذري؟ انك مضحي بحياتك عشان حد عيان، حد تعبان، حد بيموت، جناز، يعني جاد فوربيد، يعني حاجه كومبيلينج. فاما بتقولي ان في حد تعبان دي حاجه ضروريه وجذريه. وممكن بقول للكلاينتس بتاعتي قبل ما تمشوا من البلد هنا، بليز خلي حد يبعت لك فاكس بميديكال ريكورد او بفاكس يقول لك احضر حالا الشخص ده تعبان، اوكي؟ فدي ما بيعملكش اي مشكله وانت راجع. نعم؟ كويس. احنا قاعدين هناك مثلا، اخذنا استمرتي ورحت لوحدي للغرفه القريه فيها مشكله، سبتها هي موجوده ونرجع لوحدي مصر والظروف القريه في حاجه مشكلة. لا ما فيهاش اي حاجه يا فندم، طالما في اثبت ان في اسباب قهريه ما فيش مشكله. وانا عندي ناس كتير قوي بعد ما بياخدوا جرين كارد بينزلوا. يعني عندي كتير بينزلوا، انا ما بحبذهاش بس في ناس كتير بتنزل. طيب يا فندم ربنا يخليك. ميرسي خالص. شكرا. واهلا بيك عشان انا من اسكندريه برضه. انا من اسكندريه زيك.
اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ناديه معانا، مساء الخير يا ناديه. الخير. اهلا بحضرتك. اكلم الاستاذه جيهان. طبعا اتفضلي، هي سامعاكي. استاذه جيهان ازي حضرتك؟ اهلا بيكي يا ناديه. انا كان ليا بس استفسار. انا عملت الانترفيو بتاع اللجوء اوريدي، بس بقالنا 5 اسابيع ما فيش رد لغايه دلوقتي. ما اعرفش هما كان قبل ما امشي من الانترفيو قالوا لي انه الرد هيجي لك في البان، مش هاجي استلمه بنفسي. قالوا لي انه ده بيكون لانه انت ما كنتيش عايشه في مصر فبيعملوا تحريات عنك. فالتحريات دي بتاخد قد ايه؟ وايه نوع التحريات دي؟ ويعني ايه اقصى مده ممكن ياخدوها علشان يردوا عليا؟ لا، هي الفكره يا ناديه مش تحريات، لانك انت مش بيجي لك، انت ما جالكيش الريكومندد ابروفل ومستنيه الباك جراوند كليرنس، انت ما اخدتيش ديسيجن من اساسه. ليه؟ عشان الاوفيسر تلاقيه عنده ناس بالهبل وما عندوش وقت يبص على الملف بتاعك، وعمال بيعمل يا اما كريدبل فيري يا اما بيعمل اسايلم انترفيو والملف محطوط على الجنب. فانا انصحك انك انت تطلعي الاسايلم اوفيس كل مثلا شهر في الميعاد اللي هما بيطلبوا فيه او بيسمحوا للشخص ان يجي لوحده يعمل انكوري. تقعدي كل شويه تروحي تعمل لهم انكوري، تقوم ايه اللي حصل في الملف بتاعي، ايه اللي حصل في الملف بتاعي. ما ينفعش عن طريق التليفون، لان انا عملت سيرش على النت. لا لا لا، رقم تليفون الاسايلم اوفيس وحشين جدا في جميع الولايات كلها. يعني الابلكيشن الوحيده لازم تتقدم عن طريق بي او بوكس معينه، لازم تروحي بنفسك في التحقيقات، لا لازم تروحي تعملي الانكوري ان رايتنج. اوكي، يعني حضرتك بتقولي لي كده ان هم مش بيعملوا تحريات تقريبا، يعني وقت بس اجراءات. ديفينتلي. وبعدين لو كان حضرتك عندك محامي، المحامي بيبقى ليه شخص معين جوه الاسايلم اوفيس بيعمل كونتاكت معاه عشان يساله على القضيه. فلو عندك المحامي بتاعك انصحك ان تخلي المحامي بتاعك يعمل كونتاكت او انكوري مع الليزون اوفيس. لو ما عندكيش محامي وعاملاها بنفسك، روحي اعملي الانكوري بنفسك. اوكي. يعني هم ما بيعملوش اي تحريات. صدقيني ما انا بمحامي وعمالين وبنشد شعر. فاتس سيم ثينج. هو الضغط فظيع على مكاتب الاسايلم اوفيس في جميع الولايات المتحده من مصر ومن سوريا، ده غير الضغط اللي كان بيجي لهم من تشاينا. احنا كان تشاينا واز ذا نمبر 1 اسايلم سيكر في الولايات المتحده، دلوقتي سيرباست مصر وسوريا، سيرباست تشاينا. واو. اوكي. ناخد مريم. مساء الخير يا مريم. مريم معانا. مريم. ايوه مساء الخير. مساء النور يا مريم. كنت عايزه اسال حضرتك، وانا متشكره قوي على البرنامج الجميل اللي بتقدموه ده وبتفهموا الناس، بصراحه ربنا يعوضكم. ثانك يو حبيبتي، البركه في مدام جيهان. وكنت انا عامله اسايلم من 2006. وانا عندي 4 ولاد، انا جيت جوزي كان متوفي وجيت لوحدي وعملت الورق ليا ولولادي الاربعه. قول 2 و2 لغايه دلوقتي ما جوش. ايه اللي ما جالكيش؟ انت قلت لي عملت الاسايلم واخدتي، انت بتتكلمي على جرين كارد؟ لا انا بتكلم على بقيه ولادي اللي ما جوش، لان هناك حالتهم وحشه، ابني اتسرقت عربيته واتسرق المحل بتاعه، فلغايه دلوقتي ما جوليش الاثنين التانيين. طيب لما قدمتي على الابلكيشن في الاسايلم كان سن الاطفال قد ايه؟ لا هم كبار. اوكي، يبقى هم كانوش انكلودد في الاسايلم بتاع. يعني انت بتساليني دلوقتي تعمل ايه في عيالك اللي هم لسه خارج الولايات المتحده، صح؟ لان انا اصلا مش قادره انزل اشوفهم، فانا مش عارفه يعني هم قبلوني ان انا اقعد، فالمفروض يقبلوا ولادي. لا هم لا هم بيقبلوا حضرتك في معامله اللجوء، انت وجوزك واولادك تحت 21 سنه بس. القانون بيسمح الاتي: اللي بيقدم اللجوء بيقدمه تحت بنود القانون لي وللزوجة وللأطفال كلهم تحت واحد. لو انت عيالك عدوا 21 سنة ولو مثلا جوه داخل البلد، القانون لازم يسبق عليهم ان هم يعملوا ابليكيشن لوحدهم. فانت قدمتي بالنيابة عنك وعن جوزك، ويمكن لو كان عندك اطفال تاني. بالنسبة لعيالك انا يمكن السفارة هتسبب لهم اشكال على اساس انك انت جيتي وطلبتي اللجوء وقعدتي هنا، فهيبقى عندهم زي question mark او علامة الاستفهام ان ممكن الاطفال يخشوا برضو ما يرجعوش، فممكن يسبب لهم مشكلة في السفارة. بس انا دايما بقول للناس يحاولوا، خليهم يقدموا على فيزا سياحه، ممكن يقدموا عن فيزا دراسه، على اساس تبقى الطرق اللي ممكن تساعدهم ان هم يخشوا. وربنا يباركك. ليلى. اتفضلي. اتفضلي.
اتفضلي يا مريم، سؤال لحضرتك ايه؟ انا مش عارفه يعني تنصحيني يعملوا ايه؟ انا قلتك يا اما يقدموا عن طريق فيزيت سياحه يا اما عن طريق فيزيت دراسه. طب اني دخل بس اخد رفض. ما انا بقول لحضرتك هتبقى مشكله، لان مامتهم دخلت وطلبت اللجوء وعند والسفاره عندها الكلام ده في الكمبيوتر. فهمتي؟ يعني مش هينفع يخشوا يعملوا اي فيزا سياحه؟ انا بقول لك خليهم يحاولوا، واي نوت، ليتس تراي وان مور تايم، يمكن عن طريق الدراسه وركس اوت باتر. اوكي، طريق الدراسه او ال او ال او او ايه حضرتك؟ السياحه او الدراسه. طب يعني هي مضمونه بتاعه الدراسه دي حضرتك؟ ما في، انا ما بض... انا ما فيش حاجه اسمها بالنسبه للمحامي مضمونه، احنا بنقول ايه القانون بيوفر ايه، والواحد دايما يحاول ويقدم الاوراق كلها مظبوطه عشان ما يبقاش في اي تلكيك من هيئه الهجره. فهمتي ازاي؟ انا منطلقي كمحاميه ان انا اعمل everything by the book. فهمتي ازاي؟ عشان الاوفيسر ما يلاقيش عليا غلطه. فهمتي؟ فانا بقول لك يعني اللي ممكن تعمليه، مفيش يعني اطلب منهم ورق ايه علشان اقدم لهم هنا دراسه؟ الاثنين اتجوزوا دلوقتي. الاثنين متجوزين، اوكي، فهتبقى يمكن الاوفيسر يبص عليها او السفاره تبص عليها ان هم بياخدوا حاجه على اساس ان عندهم زوجه واطفال. طب انا اقول لك حاجه، ممكن لو في معاهم مستريحين ماديا ممكن نقول يفتحوا مشروع صغير، يعملوا مشروع هنا يعني في حدود 80 في حدود 80 او 100,000 ممكن، فيزا استثمار ولا مصري؟ لا دولار طبعا، احنا عايشين في الولايات المتحده. من 80 ل 100,000 دولار لو في الامكانيه دي ممكن يعمل فيزا استثمار، يشتري كوفي شوب، يفتح ريستوران، يفتح محل كوفي، وات ايفر، يعني سمول بزنس. اوكي، طب حضرتك ممكن تدينا تليفونك وبي دي ال يعملوا لكم فحص الورق ايه بالظبط اللي يجيبوه؟ مدام مريم، الكنترول روم هياخد منك نمره تليفونك ومدام جيهان هتكلمك. معانا مدام ليلى، مساء الخير. مساء الخير، اهلا بحضرتك. ازيكم؟ كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. انا كان عندي كام سؤال كده. بالنسبه في ناس انا اعرفهم في مصر جايين سياحه وهيعملوا الاسايلم، كنت عايزه اسال التذاكر لازم تبقى محجوزه قبل ما يجوا على طول ولا عادي لو حجزوا من دلوقتي مثلا هما يجوا شهر 5؟ لا لا، افضل يبقى محجوزه قبل ما يجوا على طول. قبل ما يجوا على طول، ده سكراك. طيب ولو كان مدام حامل يعني في اي مشكله لو هم عملوا الاسايلم؟ لا ما فيهاش مشكله لو عملت الاسايلم، نو بروبلم. عندي كذا واحده، ويمكن انا اخر مره في البرنامج قلت كان في الاوفيسر عمل لي دوشه عشان حامل وقال لها اي دي الناس دول اخذوها، فما حصلليش اي مشكله ربنا، فذاتس جريت. بس انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، الفكره ان هي داخله ولو بطنها كبيره انا عايز مش هتبقى بطنها كبيره، لان انا عندي كذا حاله كانت بطنها كبيره ورفضوها وادولهم 1 مانث وكتبوا على ظهر الابلكيشن مفيش تغيير ستاتس، مفيش يعني تمديد المده، يعني حاطين كذا حاجه. فعشان كده بقول لك افضل انها تخش وما يبقاش يعني البطن باين. يعني في الخامس كده هتكون. طب يبقى كويس. طيب كان في سؤال عن الباسبور الابيض. هو يعني في ناس قدموا عليه وخلاص هيتعملوا فينجر برينت. هل ممكن يمشوا بعد الفينجر برينت ويتبعت لهم في البوسطه؟ ما فيش مشكله. ما فيش اي مشكله. طيب هم بعد كده لما هيجوا يدخلوا بيه هيدخلوا بيه بعد سنتين مثلا. ممكن يدخلوا قبل السنتين ولا؟ طبعا ممكن يخشوا قبل السنتين. هي الفكره انك انت بتحافظي على الجرين كارد، بتقول لهم ان انا هبقى بره البلد فتره معينه فعشان كده مطلعه الوايت باس، بس دفلي ممكن تخشي قبل كده. طيب وهي خارجه من مصر طبعا مش مهم خالص ان هو يدان، هو بس للدخول دي امريكا بعد السنتين. صح كده؟ صح. طيب هل بعد سنتين ممكن يجددوا تاني؟ الشخص ممكن يجدد الوايت باسبورت all his life لو عايز. طيب حلو خالص. اوكي، ربنا يخليكم ومشكورين جدا.
ومعلومات حلوه وربنا يخليك. ثانك يو حبيبتي. ثانك يو. الاستاذ جميل مساء الخير. استاذ جميل. جميل ده من دلس. اهلا بحضرتك. استاذ جميل معانا؟ مساء الخير. مساء النور، اتفضل يا فندم. مساء الخير مدام ايناس، ومتشكرين على المجهود الكبير اللي انت بتعملوه ده. الله يخليك، ثانك يو. ممكن اكلم الاستاذه جيهان؟ اتفضل اتفضل يا سماعك، اتفضل. والله كنت عايزه اسالك يا استاذه جيهان عن بالنسبه للختان عن طريق الاسايلم، السن يعني الماكسيمم السن كام عشان يقسموا على الموضوع؟ يا فندم انا عايزه اقول لحضرتك انا عندي كان واحده 73 سنه في المحكمه وما كانش في اي مشكله. لان القانون بيقول ده تعذيب وحصل خلاص، وذاتس ات. القانون لو تثبت انك انت تعذبت يبقى انت متوقع انك انت مش يعني هي حاجه قانونيه مش عارفه اقولها ازاي، سامحوني يا المشاهدين لان اتعلمت القانون بالانجليزي. لو انت وريتي انت عرضتي للاذى، الويل فاوندد فير انك ترجعي از اوريدي بريزوم، البردن بيتحول للحكومه او الجفرمنت لوير يثبت تغيير جذري في البلد انك انت لو رجعتي مش هتتاذي تاني. فهمتي ازاي؟ فما فيش مشكله ملهاش اي سن يا فندم. وبيبقى عندي حتى الشخصه دي كانت حتى يعني ويدو ارمله وما كانش في اي مشكله. معانا بنت الرب، مساء الخير. بنت الرب. اهلا بحضرتك. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا استاذ ايناس؟ اهلا بحضرتك. اكلم الاستاذ ديهان؟ اتفضلي يا سامعاكي. سلام يا استاذ ديهان. اهلا بحضرتك، ازيك؟ الحمد لله. انا كنت عايزه اسال حضرتك كام سؤال كده. انا هقدم على الجنسيه يعني الاسبوع الجاي كده. وانا ارمله، هل اقدم شهاده الوفاه بتاعت جوزي ولا مش عايزينها؟ لا دي مش ملزمه خالص. اللي بيحتاجوا من حضرتك طبعا كوبي من الباسبور وكوبي من السوشيال سيكيورتي وكوبي من الجرين كارد بتاعك ديفينتلي، والفلوس اللي هي 675 والصورتين وربنا ذاتس ات، وتملي الابلكيشن. طيب. عندي سؤال ثاني لحضرتك. كنت مقدمه لابني في مصر، هو واخد دور في الهجره يعني بقاله 3 سنين. ممكن اسال حضرتك قدمتي له امتى واذا كان ابن حضرتك متجوز او مش متجوز؟ انا قدمت له في شهر مارس 2010. اوكي، ومتجوز ولا مش متجوز؟ لا مش متجوز. وحضرتك سيتيزن؟ لا لسه مش سيتيزن، يبقى جرين كارد. لا وفوق ال 21 سنه، يبقى هما بيعملوا يعني لسه قدامك فتره شويه. يعني لو خدت السيتيزن ممكن اتابع له الحاله ويتابع قد ايه؟ بيحصل لها حاجه اسمها ابجريد، وعن طريقها لو انت سيتيزن وهو لسه مش متجوز بيعملوا في سنه 2005. مش كتير، هما ماشيين بطء قوي، بس اكيد هتصرح لك اكتر من هما بيعملوا دلوقتي 2003 بالنسبه لو حضرتك بيرمننت ريزيدنت. طيب كنت عايزه اسال حضرتك كمان عن فيزه الخطيب او الخطيبه دي، ايه وضعها بقى؟ لازم يبقى الشخص او القانون بيقول ان الشخصه دي لازم تكون قبلته في خلال سنتين قبل تقديم معاملة الفيانسي فيزا، يعني لازم تكون سافرت له مصر، تقابله في دولة أوروبية أو تقابله في أي حتة، بس لازم يورق إن هم اتقابلوا in person يعني وجها لوجه في خلال السنتين قبل تقديم المعاملة. دي بتقدم له بيخش على حاجة اسمها K1 فيزا، ولازم يتجوزوا أو القانون بيقول لازم يتجوزوا في خلال 90 يوم، لو ما اتجوزهاش في خلال 90 يوم الفيزا ساقطة. يعني هي دلوقتي لو تحصل الخطوبه مثلا في مصر والطرف الامريكي يجي يعمل فيزه الخطوبه كده، يعني لو تم الخطوبه مثلا في مصر بعدين الطرف الامريكاني بقى اللي هو نزل مصر عشان الخطوبه ينفع بقى ويعمل فيزا الخطوبه من هنا ولا ايه بقى؟ لا مش بيعمل، بتتعمل فيونسي فيزا عن طريق الولايات المتحده. اوكي، وبعد كده بتمشي الاوراق تتحول على الناشونال فيزا سنتر، ومن الناشونال فيزا سنتر بتحول على السفاره. في مصر، وبعد يعني تجيله الفيزا في مصر وهو بعد كده يجي على هنا بقى يتجوز في امريكا. في خلال 90 يوم يا مدام، عشان القانون بيطلب 90 يوم من دخول البيرسون ده. شكرا. استاذ جورج معانا، مساء الخير.
مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. وقت سعادتك بالنسبه للجنرال كوميونت ابروفال، وانا دلوقتي مراتي ولدت هنا من 13 سنه. استاذ جورج معلش حضرتك قلت ايه في الاول بالنسبه لايه؟ اخذت هنا كوميونت ابروفال. ايه؟ اخذت كوميونت ابروفال. اخذت ريكومندد ابروفال على الاسايلم بتاعت حضرتك، اوكي. ودلوقتي مراتي والد هنا من 13 سنه. اها. ونزلنا مصر ما جيناش تاني هنا خالص. اها. هل دلوقتي هل دي هتاثر معانا في القضيه ولا لا؟ يعني لحد دلوقتي بقى لنا شهر دلوقتي ما خدناش الفاينل ابروفال خالص. اوكي، انت عايز تقول لي حضرتك انك جيت قدمت على ريكومندد ابروفل، طب ايه دخل حكايه ان المدام خلفت من 13 سنه؟ انا مش شايفه الربط ما بين ده وده. احنا ما دفعناش فلوس اصلا، دفعناها عن طريق الشركه. لا يا فندم، لا مش هتاثر على اي حاجه خالص. خالص خالص يا فندم. انا زي ما بقول لحضرتك اهو، عندي ناس وجات واخدت ميديكير. انت قصدك تقول انك انت عندك باد كريدت، صح؟ باين كده. باد كريدت، ما دفعتش فلوس، بس دي ملهاش دعوه باللجوء. بيبص على حاجه تانية، بيبص ان عندك جريمه، عندك لينكس مع ناس ارهابيين، في جرائم، لكن باد كريدت ما دفعتش فلوس، دي ما بترفضش الاسايل. طب دلوقتي بقى لنا شهر مكسب ما خدناش الفاينل لحد دلوقتي يا فندم. انا عندي ناس بقى لها 5 شهور بالريكومندد ولسه ما اخدوش الفاينل. 5 شهور بالريكومندد؟ بالريكومندد ولسه ما اخدوهاش. طيب عليهم ربنا يخليك، وتعبناكم معانا ومتشكرين للأمرين اللي قدامنا دول. الله يخليك. ثانك يو. شكرا. هناخد أميرة وبعد كده نروح فصل صغير. مساء الخير يا أميرة. مساء النور. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي حضرتك، كل سنة وأنتم طيبين. وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. ربنا يخليك. أنا كنت عايزة أسأل بس أستاذة شيهان. بنتي جت ولدت هنا ومن سنة وبالميديكال ورجعت تاني للظروف الصحية، الدكاترة منعوهم من السفر. هل وهي جايه في المطار ممكن يمنعوا دخولها؟ I hope not. I don't think so. ما بتهليش سمعت ان حد، انا سمعت ان السفاره وقت التجديد ما حبتش تجدد الفيزا، بس ما سمعتش ان وهي داخله مع الفيزا وهي داخله على الحدود ال 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 ان 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 حد وقفها قال لها ارجعي تاني. طب حضرتك هي سافرت بعد الولاده، هي بقى لها سنه. ومشيت. هي عايزه تيجي تعمل القضيه، هل انها جت ورجعت ولدت ورجعت وجايه تاني، هل ده ياثر عليها في موضوع القضيه؟ يا انا ما بحبش الناس اللي بتخش وبتطلع. ليه؟ لان القانون بيقول لك طب اوكي رجعتي ليه؟ فلازم يكون الاحداث حصلت لها فتره بعد ما هي رجعت. لان كان عندها الفرصه انها تقدم، وجت هنا على دوله بتدي الحمايه، وكان في مشاكل، فكانت عارفه ان البلد حالتها مش قد كده، فلازم توري ان اي مشاكل حصلت لها بعد الرجوع. طيب كمان معلش سؤال تاني اخير، حضرتك كان عامله الجرين ومقدمه عليه وبقالي حوالي 6 شهور ولسه ما جاش، جاي عملت الورك، جاي الورك تصريح العمل وما جاليش، بقالي جاي بقاله اكتر من 4 شهور وانا مقدمه بقالي حوالي 6 دلوقتي، هل في تاخير تاني اكتر من كده؟ الجرين كارد عاملاه بناء عن ايه؟ ابني واحد الجنسيه وعاملاه عن طريق اي ولايه؟ كاليفورنيا. اوكي كاليفورنيا. اوكي لا ديبندنج عايشه فين، لو سانتا انا بتديكي ابوينتمنت بدري، لو سان برناندينو بتديكي ابوينتمنت بدري، لو عايشه اراوند لوس انجلوس اريا، داون تاون لوس انجلوس والسان فرناندو فالي بياخدوا فتره اكتر. فشوفي انت انا في كيرن حضرتك. فين؟ في كيرن. ما اعرفش فين كيرن دي. طب لو انا دلوقتي يعني كارنتي ليا بيكرسفيلد، يبقى انت رايحه الفريزنو اوفيس صح؟ ثانك يو. لا فريزنو اوفيس ماشي، المفروض يبقوا ماشيين بسرعه. يعني اتس اباوت ذا تايم ان يطلبوكي للانترفيو. طب اقول لحضرتك اخر حاجه معلش، لو انا دلوقتي مضطره اسافر مصر لاي سبب، لا ما تقدريش تسافري، ما تقدريش تسافري الا ما تاخدي الجرين كارد. طالما قدمت ولا تصريح اي دو نوت ريكومندد نو. اوكي طيب شكرا يا اميره. واعزائنا المشاهدين هنروح فاصل صغير ونرجع بعد فيو مينتس نكمل حلقتنا على قوانين الهجره لامريكا، فابقوا معنا. مكتب المحاميه جيهان توماس لجميع خدمات الهجره، الهجره واللجوء، محاكم الترحيل،
الاستئناف بالمحاكم الفيدرالية، جميع أنواع الفيزا، الإقامة عن طريق العائلة، زورونا في مكتبنا 601 West 5th Street, Suite 333, Los Angeles, California, 90071. Phone number 310-203-2242. أعزائي المشاهدين، بنرحب بكم مرة تانية ببرنامج مش لوحدك، وأحب أرحب بضيفتي المنوراني في الاستوديو مرة تانية بالأستاذة المحامية جيهان تومس. أهلا وسهلا مرة تانية بك جيهان. إحنا بنكمل حلقتنا النهاردة على القوانين الهجرة لأمريكا، وكان معنا شوية تليفونات. لسه ابن الرب معنا يا ترى؟ أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. معلش يا أستاذ جيهان، أنا كنت بكلمك والخط قطع، متأسف يعني. لا اتفضل. كنا بنقول انه ابني كان قدم عند حضرتك وفي 45 يوم ومش عارف ايه والكلام ده كله. اوكي. هو احنا كنا رحنا للكونجرس بنفسنا. لا انت رحت بالكونجرس عن طريق المكتب، رشح لك اسم الكونجرس والتليفون، لان ده اللي عملناه مع الستاف بتاعي اعتقد كده. تمام. ورحنا هناك فعملنا ابلكيشن وقال هيردوا علينا لغايه دلوقتي ما ردوش. لو ابن حضرتك عايش في الفالي، انا لسه بتكلم الكونجرس من بتاع الفالي، if I'm not mistaken if it's not Brad Sherman، زي الزفت. كل كونجرس من تاني من مكتبي من الناس اللي عايشة في مناطق اخرى كلهم اتصرفوا وكلهم ادالهم الابوئمة. يعني براد شيرمان الكونجرسمان، مش عارفة اذا كان ابنك راح لبراد شيرمان، بس they were very bad لدرجة ان احنا قلنا لهم ان احنا نشتكيكوا في واشنطن، والبنت اللي ماسكة الاميجريشن في الكونجرسمان اوفيس واحدة اسمها لينا او ليندا، she is so rude she did not help. بالعافية جبت اتنين من الفالي appointments. صح؟ هو البراد شيرمان اوفيس؟ تمام زي ما بتقولي حضرتك كده. طيب، هو المسج اللي جات له بعد ما قدم على الورد بيرمت بيقول له هنرد هندي لك اجريمنت من في خلال من 7 ل 10 ايام. لا يا فندم، عمره ما بيقولوا كده. اوكي، ده عندي المسج معايا قدامي. لا هو بيستلم الريسيت، الورك بيرميت بيوصل بعد 45 يوم. وبعدين لو هو كلاينت عندي في الاوفيس، انا عندي جورج وعندي اندرو وعند مريم بيردوا عليهم. بتهيألي بالنسبه للكلاينتس بتاعتي افضل ان هم يسالوا المكتب بدل ما اخد وقت. انا هنا بدي استشاره مجانيه للناس كلها التانية. صح ولا غلط؟ لا صح حضرتك. صح، فافضل ادي وقتي للناس اللي هي محتاجاني، وانا يعني بدلهم البروبونو ادفايس. لكن الكلاينتس بتاعتي ممكن تتكلم في المكتب، يا انا هرد عليهم يا جورج يا ماريان يا اندرو. طيب لو بنتي، لما بنتي تاخد السيتيزن بقى تمام. لا بلاش دي، عشان يعني انا هرجع تاني مصر مثلا في خلال شهر او شهرين والفيزا هتخلص، لو حبيت اجدد في مشكله في التجديد هناك؟ لو حضرتك حبيت تجدد وابن حضرتك طلب اللجوء هنا، تمام، ممكن يحصل مشكله، في possibility. ممكن يعني يبقى في رفض يعني. ممكن في possibility، حصلت لي الناس وفي ناس تانية اخذتها من غير اي مشكله. طب احنا فوق الستين، مطلوب نعمل انترفيو هناك ولا عن طريق نبعت الجوازات وكده؟ شوف حضرتك السفارة بتطلب ايه، لو كنت واخدها قبل كده وطالب التجديد والسن معين بيطلبوا ان حضرتك تبعتها قبل الميعاد من غير المقابله. وفي ناس او يعني حضرتك ابعت وهما يقولوا لك، هيدوها لك عن طريق الباسبور او يطلبوا منك المقابله. تمام، اشكر حضرتك. تحت امرك يا فندم. ابن المسيح معانا، مساء الخير. ابن المسيح. الو، مساء النور يا فندم. سلام ونعمه. لو تعالي صوتك بس شويه ممكن؟ اوكي. كده من البرنامج ومبسوط من بركه المسيح اللي تقدروا فعلا تساعدوا الناس اللي بتسابكم بتهاجر. لكن انا ليا بس استفسار صغير، انه انا عاوز ابدا لسه في موضوع الهجره من اول الف بي زي ما بيقولوا، فانا مش عارف اعمل ايه. يعني انا ليا اصدقائي في امريكا كتير، فهم للاسف يعني مش عارف حد يساعدني ازاي. يعني
هو حضرتك معاك فيزا ولا ما عندكش فيزا؟ لا مش عارف اي حاجه خالص. عايز ابدا بالصفر يعني. ما انا معرفش حضرتك يعني في طرق اللي الناس بتيجي عن طريق طرق مختلفه، بتبقى عن طريق سياحه، عن طريق دراسه، عن طريق عمل، عن طريق علاج يعني، فاهم، عن طريق بيزنس، عن طريق استثمار، يعني في مليون طريقه. فانا معرفش ابدا معاك منين، فاهم، لان معرفش ظروف حضرتك ايه بالظبط عشان اقول لك ايه الطريقه اللي ممكن تخش بيها. هل يكلمك في الاوفيس يعني مثلا؟ عايز اروح اشتغل في امريكا او حاجه لو في اي. لا مش حكايه مش حكايه شغل، احنا الاول نجيب لك الفيزا، وبعد الشغل يبقى حضرتك لازم تكون تعرف اي حد هنا معرفتك، او انت قلت لي عندك صحابك، ممكن صحابك دول يتصلوا مثلا او ليهم معارف عندهم شركه، والشركه دي تكون في اللاين اوف بزنس بتاعها عن طريق مثلا الاكسبيرينس او الخبره بتاعتك او الشهاده الجامعيه بتاعت حضرتك، ويعمل لك سبونسر للشغل. دي الطريقه بتاعي يكون احسن حاجه حضرتك تعمل عن طريق العمل لو انت بتبص انك تيجي تشتغل. هو عامه الفيزا مش بتاخد وقت، لكن انا اعمل ايه الخطوه اللي بعد الفيزا؟ الفيزا مش بتاخد وقت؟ لا الفيزا بتاخد وقت، لان اول حاجه لازم تشوف مين اللي ممكن يساعدك عشان يعمل لك سبونسر للعمل، دي اهم حاجه. لو لقيت السبونسر لازم نشوف ايه البيزنس. ممكن اسال حضرتك شهادتك الجامعيه ايه او الشهاده الجامعيه ايه؟ انا معايا نظم معلومات، مهندس كمبيوتر. مهندس كمبيوتر، انجينير كمبيوتر، في مجال كبير قوي في الولايات المتحده ان تلاقي يو اس كوربوريشن تعمل لك سبونسر، دي اهم حاجه. لازم يقبله ويبقى الشركه معاها الفلوس ان هي تدفع لك الويجز اللي بتدفع لاي واحد هنا مهندس كمبيوتر، وبتقدمها عن طريق السفاره، وبتخش على حاجه اسمها اتش 1 بي فيزا لو انت عايز حاجه للعمل او للشغل. بس طبعا الكونتاكت انت لازم تجيب للمحامي الكونتاكت والشركه اللي هتعمل لك سبونسر، ويا دوبك المحامي بيوفق الاوراق ما بينك وما بين هيئه العمل وهيئه ديبارتمنت اوف هوم لاند سكيورتي. ميرسي يا فندم. شكرا. الاستاذ ايمن معانا، مساء الخير. سلام الرب عليكم. استاذ ايمن. ايوه مع حضرتك. اهلا بحضرتك، حضرتك على الهواء، اتفضل. شكرا يا فندم. سؤالي للاستاذ جهان لو سمحتي. اتفضل يا سامعك. لو سمحت دلوقتي انا كنت مقدم على الهجره على اللجوء، بعدين جالي تسريع عمل، بس انا ظروف الصحه ما تنفعش العمل، ممكن في حل ليا ولا لازم انتظر لما اعمل مقابله؟ حضرتك بتقول لي قدمت على معاملة اللجوء وبعدين حصل ايه؟ جاله عمل؟ جالي تصريح العمل. جالك تصريح العمل، اوكي، ولازم تعمل مقابلة؟ طبعا لازم تعمل مقابلة ضروري. لا انا غير قادر على العمل، ليا حقوق ولا لازم انتظر بعد المقابلة؟ لا يا فندم، لا، بعد ما يجي لك الابروفل ممكن يجي لك الحقوق. انا فهمت انت تقصد. انا ومراتي، مراتي هتخش معايا الامتحان ولا انا بس؟ لا، هم دلوقتي ما بيسالوش لو الزوج والزوجه، في تغيير جذري دلوقتي في مكتب الاصل، مش عارفه كنت اتكلمت عليه ولا لا، ما بيسالوش الزوجه في القصه، بس في اسئله معينه بتتسال دلوقتي للزوج والزوجه، اوكي، ملهاش دعوه بالقصه، بس اسباب عايزين يعرفوا اذا كان ليهم اقامه في دوله اخرى، اي دوله ادتكم حق العيش او جنسيه، ليهم علاقات مثلا بمجموعات ارهابيه، اشتغلوا في البوليس او الجيش او الحكومه، في مجموعه اسئله معينه بتاع 10 اسئله لازم الزوج والزوجه يتسالوها. مش داخل القصه. لا ميرسي، جود لك ليك ان شاء الله. ماريان مساء الخير. مساء النور. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، كنت بس عايزه اسال سؤال. هو بابايا قدم لاخويا وهو معاه جرين، كان اخويا سنجل، كانت 2008، اخويا اتجوز في 2010، دلوقتي بابا لسه اخد السيتيزن، ممكن نعمل ايه او كده؟ لا اكشن، عندي خبر وحش ليكي، المعامله سقطت من اساسه. ليه؟ لان هو اتجوز والمعامله متقدمه من اساسه على انه الوالد جرين كارد، ولما بيبقى الوالد جرين كارد ما يقدرش يقدم لاي حد الا لو كان مش متجوز، فطالما اتجوز المعامله سقطت، فانا افضل انك انت عشان ما تستنيش الوقت ده كله بعدين تكتشفي ان المعامله ساقطه، ان هو يعمل معامله جديده immediately as a United States citizen طبقا للقانون. طب اوكي، طب مش ممكن سؤال تاني؟ هي ماما دخلت امتحان الجنسيه ونجحت في امتحان اللي هو الجفرمنت والكتابه، بس هي ما نجحتش في الابلكيشن، هي ما تخش امتحان تاني؟ هيسالوها في الاسئله تاني اه هيسالوها في كل حاجه؟ اه
يعني مش في ابلكيشن بس هيفتح كل حاجه؟ لا هي هتبقى معامله من اول وجديد، وبالتالي هتدفع الفلوس من اول وجديد. اوكي اوكي طيب منى مساء الخير يا منى. منى منى معانا؟ منى منى معانا؟ ايوه حضرتك على الهوا يا منى. اهلا مساء الخير. اهلا مساء النور. ازيك مدام جيهان والاخت؟ كل سنه وانتم طيبين بعيد الام. وانت طيبه. ممكن اكلم مدام جيهان؟ اتفضلي يا سامعاكي. انا عندي حاجه ممكن اسال حضرتك عليها. انا ابني كان متقدم له، هو بابا قدم لنا وهو قالوا خليه يتجوز عشان هو عدى 21 سنه. بعد كده انا جيت امريكا بالورق الجنسيه وكده، فبيقولوا دلوقتي ممكن تعملي تعديل حاله وتقولي ان هو اتجوز والكلام ده، ينفع صحيح ولا خلاص؟ لا لو كان الوالد او الوالده قدم والشخص ده يعني سنجل وبعدين الوالد الشخص ده اتجوز والوالد مقدم عليه على جرين كارد هولدر، المعامله بتسقط خالص. فلو سمعتي الاجابه بتاعتي في السؤال الاولاني، دي مشكله. افضل لو الوالد دلوقتي بقى سيتيزن يقدم ايميديتلي ابلكيشن تاني عشان ما تقعدوش السنين دي كلها. بابايا انا مش بابا، هو بابايا اللي مقدم لنا. بابا مين؟ بابا جوزك؟ لا بابايا انا، قدمني انا وابني. اها فابني اتجوز وقعد في مصر، فبيقولوا في ممكن تعملي تعديل حاله هنا في امريكا على اساس يجي. لا لا هو انكلو، انا فاهمه. يما لما باباك يقدم لك وانت جيتي الشخص ده او ابنك كان فوق ال 21 سنه صح؟ صح. يبقى اللي حصل ان هو هي واز نوت بروتكتد تحت قانون اسمه تشايلد بروتكشن ستاتس، مش هينفع تعديل حاله. بس بنصح حضرتك از جرين كارد هولدر، هو قلت لي متجوز دلوقتي؟ قالت متجوز؟ لا مش هتقدري تقدمي له از جرين كارد هولدر، مش هينفع، لازم تبقي سيتيزن هتقدري تقدمي له. هو وقع من المعامله. بابا ما يقدرش يعمل له اي حاجه؟ لا خالص. طب انا عندي سؤال تاني معلش. في واحده قريبتنا مامتها كانت مقدمه لها وخلاص، هما السفاره وافقت لهم وطلبوا منهم الضمان والورق وكل حاجه، فجايين بقى وهي توفت مامتها جايين اليومين دول بيطلبوا امضه مامتها، فكده مش هيقدروا يجوا بقى خلاص بطلت ورقهم ولا؟ يبقى هي في مشكله ان هو بس يعني القانون القديم بيقول لك البيتيشن بتموت مع البيتيشنر، فاهمه ازاي؟ او المعامله بتسقط مع وفاه الشخص. في حاجه بس انا ما عملتهاش كتير ما حصلت ليش، ان بتتعامل على انها معامله حاجه اسمها اي 360، وان لو الشخص ده عنده قرابه من الدرجه الاولى ممكن يعملوا له الكو سبونسر على الافيديفيت اوف سبورت. فشوفي لو بلغتوا السفاره دلوقتي ان هي يعني توفت ممكن تسقط المعامله، فاسالي في محامي في الحته دي فيري ويل، لان ممكن تشوفي كو سبونسر يخش بدل الوالده. هم عايزين تقديم امضه مامتها، كانت اختها اللي بتمضي ورقه فخايفه تمضي دلوقتي. لا 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 ما في، ما تخليهاش تمضي لان ده تزوير، فافضل ان لازم تبلغوا السفاره. يعني هي كده مش هتقدر تيجي امريكا؟ انا ما بقولش مش هتقدر تيجي، احنا بنقول حاولي تشوفي حكايه انك انت تدخليها عن طريق حاجه اسمها تتحول المعامله عن من الشخص اللي هي متوفيه الى ضامن اخر يحاول يضمن عن طريق معامله اسمها اي 360. اوكي يعني مع السلامه. وانا سعيده اللي سمعت. ثانك يو. بنت الرب مساء الخير. بنت الرب اهلا بحضرتك. الو حضرتك على الهوا، اتفضلي. انا على الهوا. ايوه اتفضلي. انا بس عايزه اسال، انا دخلت في امريكا بفيزا خطوبه. بفيزا ايه؟ خطوبه فيانسي. اوكي فيانسي. ايوه اوكي. وبعد كده سافرت شهور، يعني حصل الجواز قبل ما يخلص 90 يوم. اوكي حصل جواز ايه؟ معلش الخط مش واضح قوي. قبل 90 يوم اتجوزت. اوكي ماشي. وقدمت الورق من شهر 5، من اخر من 20/5. اها لغايه الان ما جاليش حاجه. جالي جواز نعمل حبه تحاليل وكشف. اها وبعت الجواز وما ردوش عليا.
طب ليه ما بعتيش الكشف وانت بتقدمي الاوراق؟ ده المفروض الكشف لازم يبقى تقدم مع الاوراق. يبقى انت ما قدمتيش اوراقك كلها مظبوطه at the same time. لا، هو الاول ما انا بعت الكشف تاني، الورق كان كله جايباه معايا من مصر مقفول وقدمته كله هنا. ما اعرفش ايه اللي خلاهم يبعتوا لي جواب تاني، قالوا ان تقريبا الابر اللي اخذتها او مش عارفه، ان هو ليه جوابه عملت كشف انا لسه في خلال 10 ايام وبعت الجواب ده. يعني قلت لي اخر اخر اتصال بينك وبين هيئه الهجره كان في 20 مايو 2012. انا كنت مقدمه ورقي في مايو 2012. لا ده كتير قوي، ده كتير قوي. حضرتك تعملي حاجه اسمها انفو باس. انفو باس دي بتطلعيها اونلاين، تخشي على الويب سايت بتاع هيئه الهجره وتطلبي انفو باس، وتطلبي بيديكي كذا حاجه، اطلبي انك انت تتكلمي مع اوفيسر عشان القضيه بتاعك. هي دي تعتبر قضيه فرضت بالجواز؟ لا مش قضيه، يعني بالنسبه للحاله بتاعتك. العربي بتاعي مش قد كده، اوكي، عشان بالنسبه للحاله بتاعت حضرتك. وانا الانجليزي بتاعي مش يبقى لازم تحتاجي معاكي حد بيتكلم انجليزي. يعني انا يعني ادخل، معلش ثاني قولي لي اسم الحاجه. اسمها حاجه اسمها، تعملي حاجه اسمها انفو باس. اسمها ايه؟ انفو باس، هي مكتوبه كده انفو باس على هيئه الهجره، تلاقي انفو باس، تعملي تخشي عليها. لازم حد يساعدك لان محتاجه يعني تشتغلي على الكمبيوتر وتعرفي تدخلي المعلومات وتكتبي الحاجات بالانجليزي، فافضل ان حد يساعدك فيها. اوكي، من البيت او اي حد، او لو جوزك ممكن يساعدك. يعني لازم حد يساعدني. معلش طب ثانية واحدة معايا، انا بتكلم معلش ممكن تقولها لي معايا بس واحدة تاخد منك الاسم. اوكي حاضر. انفو باس، انفو باس. الو، اهلا بحضرتك. الو، حد لسه معانا؟ ايوه معلش اسمها انفو باس. انفو باس، I N F O P A S S. حضرتك تعملي الانفو باس وتروحي تقابلي اوفيسر وتدي له الريسيت وتقولي له الحاله بتاعتي متاخره المده دي كلها. شكرا شكرا. فوزيه مساء الخير. مساء الخير، اهلا بحضرتك. اهلا من كاليفورنيا، وعايزه سؤالي مدام جيهان، عايزه اسالها ازاي انا عاوزه اجيب ناني من مصر بتاخد بالها؟ لا لا، دي مش هتنفع خالص. It doesn't work في الولايات المتحده. It's a schedule B for employment base. ما عندناش شورت، يعني it's not a shortage occupation. مستحيله هتجيبيها. It's very tough. اوكي؟ So that's not an option. ملهاش حل. لا لا، no way. اوكي، انا متشكره. ميرسي خالص. ثانك يو، ميرسي خالص. ثانك يو. استاذ مايكل معانا، مساء الخير مايكل. مايكل معانا. المدام اللي هي سالت حضرتك انها عندها واحده بنتها ولدت وخايفه انها ترجع عشان عندها ميديكيت، انا اعرف حاله عملت كده وبعدين السفاره رفضت تديها الفيزا الا اذا دفعت الفلوس اللي عليها كان 36,000. فهو هنا في امريكا عمل ديل مع المستشفى ودفع 12,000 وخلص لها الفاتوره. بعد كده خدت الفيزا لما جت تدخل هنا منعوها وما رضوش يدخلوها. يبقى اكيد السفاره حطت عليها هيوج بلاك ليست من هناك على الكمبيوتر. دي مش الحاله اللي هي كلمتني، هي قالت لي هي ولدت ورجعت والسفاره ما عندهاش اي خبر باي حاجه. هي الحاله يمكن بتتكلم عليها ان هي حاولت تعمل تجديد، فالسفاره طلبتها بالمبلغ وبعدين اضطرت يدفعوا الفلوس كلها، والسفاره حطت بلاك ليست ليها على بورت اوف انتري. ففي يعني بيبقى في تغيير صغير في الحته دي. السفارة ما عملتلهاش أي مشكلة لسه أو ما عندهاش أي خبر، فهمت؟ فهي لسه الفيزا سارية،
الفيزا سارية وما يعرفوش حاجة وعايزة تخش تاني على طول قبل، فهي المفروض تخش قبل ما حد يعرف أو يحصل لها حاجة على البورت أوف إنتري. كلامك مظبوط. ممكن تبقى أسأل سؤال صغير؟ اتفضل يا فندم. الله يخليك. في واحدة صاحبتنا قدمت على الجنسية من سنة ونص ورفضت لأنها كانت سافرت مصر وقعدت فيها 6 أشهر آخر سنة. دلوقتي عايزة تقدم تاني والباسبور اتجدد وبقالها سنة ونص ما نزلتش، فهل هيقبلوها ولا تقول على المواعيد اللي قبل كده ولا تذكر بس اخر ميعاد سافرت فيه من سنة ونص؟ لا، هما ساعات دلوقتي بيعملوا سوايبنج الباس الجرين كارد، فانا بقول للناس بليز ما تكذبوش، لان ساعات بيبقى عندهم ريكوردز زي الشخص اللي هو تقدم حاجه غلط بدل ما 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 ما, ما تفيدك تاذيك فور ايفر، يعني ممكن يعملوها ان هي كذبت اندر ذا بانل وتبقى بلاك ليستد خالص وده تحول على المحكمه. فافضل الصراحه او افضل الاتي ان هي تقعد هنا الفتره الكافيه الاربع سنين بلس 1 داي وتقدم. فهمت انا اقصد ايه؟ عشان ما يحصلش 10 سنين هنا اوريدي. لا 10 سنين بس اقامه دائمه ولا كانت داخله طالعه؟ لا داخله طالعه كل 6 اشهر. لا انا عايزه من ساعه ما رجعت تعيش هنا فور جود وما بتخرجش غير يا دوبك الشهر او شهر ونص او الشهرين، مش اللي هي كسره ست. من وقت ما كسرت الست شهور دخلت الولايات المتحده وقعدت بقى لها قد ايه؟ انا عايزه واحده تقعد 4 سنين ان وان داي عشان ما يحصلهاش اي مشكله. يعني لازم تقعد 4 سنين من سنة ونص مش كفاية؟ أفضل عشان ما يحصلهاش أي مشكلة. أوكي؟ ميرسي وجود لاك لي. ثانك يو. أنا بس عايزة أقول قبل أخد المكالمة الثانية عليه، هو القانون بيقول إنك أنت لو تثبتي نص المدة سنتين ونص، بس لما بيبقى في انتربشن للفيزيكال بريزنس، يعني ممكن ناس بتقعد شهرين وتطلع وشهرين وتحسبي مجموع المده، القانون بيقول سنتين ونص از اوكي لو تثبتي الحكايه، بس لو في ناس كسره دي بيعتبروها الفيزيكال بريزنس هاز بين انتربتد، فذا فيزيكال بريزنس از انتربتد لازم يقعدوا 4 سنين وان دي. فانا ما اعرفش ايه كميه المده اللي قعدتها بيوند الست شهور اللي هو قالها لي، ممكن تبقى 9 شهور او 10 شهور، فممكن تخش في مشاكل. اي سي. اوكي. استاذ سليمان مساء الخير. استاذ سليمان معنا؟ استاذ سليمان مساء الخير يا اختي. اهلا بحضرتك. يعطيك العافيه. اهلا بيك. نعم نعم يا اختي، بدي اسال المحاميه في لي ولد. اتفضل هي سماك اتفضل. في لي ولد قدم للسفاره واخذ 5 سنوات واولاده. اتفضل يا استاذ سليمان سامعينك. 5 سنوات واحنا هون انا وامه معنا جرين كارد. استاذ سليمان لو سمحت وطي التلفزيون عشان تسمعنا كويس من فضلك. اوكي. طيب. اتفضل. اوكي وطيته. عرفتي كيف؟ بعدين بدي يجي هو ولاده هنا، بدي اسال هل ترى ايش ممكن نعمل له؟ لسه ما قدمنا له لا معامله ولا اي شيء. الخمس سنوات اللي بده يجي فيهن هون بده يثبت عندنا، بدناش يرجع. هو حضرتك من اي دوله؟ من الاردن. من الاردن. اوكي. ما انا ما اعرفش يا فندم لو حضرتك ما تقدرش تعمله اي معامله ان هو يقعد فيها، فهيبقى ساري عليه جميع القوانين الباقيه. لو في معاه عنده فلوس هيعمل انفستمنت، لو حد عايز يضمنه الشغل هيعمل امبلويمنت، لو مثلا في حد عايز مثلا معاه عنده شركه في الاردن وبيفتتح فرع للشركه هنا هيعمل بيزنس فيزا، معاه المقدره الماديه الكبيره يحط نص مليون في توظيف الاموال ويسيب الفلوس يقدر ياخد بيها جرين كارد، ممكن يحول على ستودنت فيزا عشان يقدر يقعد، يعني في كذا طريقه، بس ما اعرفش يعني كل واحد بيبقى ليه ظروفه المعينه. طيب بس يا اختي لو سمحتي لو اجى هنا احنا واشترى له محل هنا مثلا اجى هنا واشترينا له ستور موجب هذا الحكي ما بطلع لو قدم جرين كارد؟ لا بص هقول لحضرتك حاجه، انت بتتكلم على الاي 1 اي 2 فيزا او او انفستمنت، انا ما عنديش التريتي عشان اشوف اذا كانت جوردن واحده من البلاد ولا لا، انا عارفه مصر فور شور واحده من البلاد اللي هي عامله الاي 2 فيزا، فانا ما اعرفش جوردن ساري عليها ايه، فما اقدرش اقول لك اذا كان ممكن يعمل انفستمنت اللي هي في حدود ال 100 او ال 80، بس انا عارفه اي حد من اي دوله ممكن يعمل هو المبلغ الكبير اللي هو النص مليون او المليون بلس
العشر موظفين بلس توظيفهم لمدة سنتين. بس بالنسبة لجوردن مش عارفة، ممكن تبقى سارية، بس أنا مش قدامي الكتاب دلوقتي عشان أبص على الدول اللي هي ماضية معاهدة الاستثمار والتريد، التجارة مع الولايات المتحدة، عشان ما عملتش جوردن قبل كده. ممكن أكلمك في المكتب؟ أيوة اتفضل. اكلمك في المكتب؟ يا ريت حضرتك تسيب نمرة تليفونك في الكنترول روم ومدام جيهان هتكلمك. اوكي ثانك يو، شكرا. نينا معانا، مساء الخير. الو، اهي نينا. ايوه ازيك؟ انا نينا، اسمي نينا. طيب معلش اسفه، اتفضلي. انا كان عندي سؤال لمدام جيهان. انا عندي جرين كارد هنا في كاليفورنيا، كنت عاملة تويتر بنتي، عايزة أعمل بنتي هنا في مصر من 3 سنين، من 2009، لأنها فيزا اللي هي لم الشاملة أو كده. بس لغاية دلوقتي مفيش أي أخبار خالص، يعني ما عرفوش عليا، فأنا مش عارفة يعني قدامها قد إيه ممكن تيجي. طب البنت عندها كام سنة قلتي؟ عندها 27 سنة، بس هي مش متجوزة. هما دلوقتي ماشيين متأخر شوية، فسامحيني أنا ما عنديش التاريخ اللي هي الجرين كارد للشخص اللي هو فوق 21 سنة. هو لو تحت 21 سنة بيعمله في 2010، بس بالنسبة if I'm not mistaken يا ربي 2003، بس الشهر بالظبط مش عارفة، بس أنا عارفة إنهم بيعملوا في سنة 2003. ده اللي هما فوق 21. وانت قلت لي عندها 27 صح؟ هي عندها 27 سنة. فهتبقى 2003. اوكي. يعني ما فيش حد، فيش امل دلوقتي خالص، يعني انا قدمناها البيتيشن من 2009. يعني مش مش بايدي مش بايدي، دي عن طريق وزاره الخارجيه، البرايورتي ديتس دي كلها. لكن مفيش حاجه اقدر اتصل مثلا او ويب سايت اطلع عليه؟ لا خالص. لا ممكن تتابعي، ممكن تطلعي على الديبارتمنت اوف ستيت ويب سايت وتحشي على الفيزا بوليتن بتاعتهم وتتابعيها، بس ما تقدريش تعملي اي حاجه عشان تستعجلي. اوكي ميرسي خالص. طب عندي سؤال ثاني. كان في حد قريبنا، هو هي سيتيزن، عايز يعمل بيتيشن لمامته، بس هي مثلا كانت هنا ونزلت مصر، لو عمل لها البيتيشن ومن هنا هو هيقدم لها عليها وهي في مصر، وتيجي تعمل الفينجر برنت وتكمل الاوراق هنا، ده ينفع ولا لا؟ ما ينفعش، يا اما هتخش هنا ويبداها من هنا، يا اما هيعملها وهي هناك ويستنى لو عايز نصيحتي افضل ان هي تخش لو معها فيزا وتتعامل من هنا، بتاخد الجرين كارد في 6 شهور. ولكن لو في مصر هتطول كتير؟ بتاخد اكتر، وبعد تحاول على الناشونال فيزا سنتر، وبعدين السفاره تبعت لها، وبعدين مش عارفه السفاره بتعمل ايه في مصر، فليه تخش هنا مع الفيزا وتتقدم لها، بيطلع لها الورك بيرميت او عقد العمل والسوشيال سيكيورتي كل حاجه في خلال 60 يوم، وبعدين يجي لها ميعاد المقابله للجرين كارد في خلال 6 شهور. فالنصيحه بتاعتي كمحاميه ان هي معاها الفيزا تخش بيها وتتعامل من هنا. اوكي. طب حضرتك كنت بتقولي انه في كاليفورنيا هنا بتاخد دور صعب، لو في اي ولايه ثانيه، لو مثلا لو في ولايه فيرجينيا، ده بالنسبه لتقديم اللجوء؟ لا بالنسبه للبيتيشن للام، من ابن سيتيزن للام. لا دي مفروض بتاخد من 3 شهور ل 6 شهور تحديد ميعاد المقابله. الناس اللي اتكلمت على التليفونات اللي بيقول لك مقدمه من كذا، دي اكيد مش عاملينها عن طريق محامي، فبيبقاش عارفين اللاين اب، الورق محطوطه، بس اي واحد مقدم عن طريق immediate relative لازم بتاخد من 3 شهور ل 6 شهور، والثلاثة ل 6 depending. يعني انا من كاليفورنيا هقول لك سان برناردينو بتعملها في 3 شهور، او سانتا انا 4-5 شهور، لوس انجلوس بتعملها في 6 شهور عقبال ما تجيكي ميعاد الانترفيو، فما اعرفش الولايات الثانيه ايه، بس انا بقول لك ماكسيمم من 3-6 شهور لو متقدمه صح وعن طريق محامي واوراقك كلها لايند اب. اوكي. لكن هي الافضل انها تيجي هنا وتقدم، او لو قدم لها في مصر ولما جت هنا نغير الكيس مثلا، او نغير؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش لو اتقدمت. ما ينفعش، هيدفع الفلوس توايس ليه؟ اوكي. طب سؤال معلش اخير، انا اسفه جدا طولت عليكم. اتفضلي. في اللي انا انا معايا اللي هي الجرين كارد اللي كنت بس عشان بنتي، انا معايا الباسبور الابيض، ينفع اجدده؟ طبعا واي نوت. بيجدد كل قد ايه؟ هو ليه مثلا بالفاليديتي بتاعته، يعني شوفي الانتهاء بتاعه امتى، و60 يوم قبل الانتهاء بتاعه جددي. 60 يوم قبل الانتهاء. يس. اوكي ميرسي جدا. ميرسي خالص. الاستاذ فادي مساء الخير. الو مساء الخير. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب.
كنت عاوز اسال مدام شيهان كام سؤال. اتفضل. هو انا دلوقتي في الاستيت بقالي شهرين وفاضل لي في الاقامه اللي خدتها من المطار 4 شهور، امتى احسن وقت اقدم فيه؟ لا انت قدم على طول، لان عقبال ما تبعت الابلكيشن بتاعتك وتجهزها ويجيلك فينجر برينت وتحدد لك ميعاد مقابله بتاخد وقت، فانت تكسب وقتك من دلوقتي. لان ما انا معلش ده في نيويورك، انا عندي زميل ليا بيقول لك بيبعتوا يمكن 7 8 شهور بيبعتوا لهم الانترفيو، يعني حتى في نيويورك ونيوجيرسي از فيري باد، لان المصريين يا اما طالعين على لوس انجلوس او نيويورك او نيوجيرسي. يعني ابدا على طول، ابدا جهز اوراقك على طول. اجهزها وفايل دلوقتي؟ اعمل فايلنج عقبال ما يجي لك الفرنت، هتقعد اتليست 4 5 اسابيع عقبال ما يجي لك ميعاد الانترفيو، زي ما زميلي بيقول لي في نيويورك ونيوجيرسي بتاخد 6 7 شهور. اوكي. طب كنت عايزه لحضرتك سؤال كمان، هو في المطار دلوقتي انا دخلت انا واختي، فلو احنا عايزين نفايل احنا الاثنين لازم نعمل كيس واحده ولا ممكن كل واحد يعمل سيبر كيس؟ مين دخلت انت ومين؟ انا واختي. لا أخ، لو انتوا الاثنين فوق 21 سنه كل واحد فيكم لازم يعمل كيس مختلفه. تمام. طب هو انا دلوقتي سمعت في ناس كتير بتقدم لوحدها وبتمشي كويس يعني، فانا ممكن لو قدمت لوحدي ولا قدر الله حصلت مشكله ممكن في الكورت اعين محامي للنقطه دي؟ لا بس انا هقول لك حاجه، لو حصل لك، لو انت يعني you start strong you end up strong this is how I say it للكلاينتس. افرض انت هبلت ومهما يعني مثلا طباخ ماهر جدا وجاء مثلا شخص اداله الكيكه اوريدي عليها ملح وفلفل، يعني المحامي بتاعك ما بيعملش ميركلز، فهمت ازاي؟ فابدا صح. افضل تعين حضرتك محامي من نيويورك او نيوجيرسي. اوكي، لان انت ولا فاهم القانون ولا فاهم المتطلبات ولا فاهم ايه الاسئله ولا فاهم ايه الاجراءات ولا فاهم مضمون القصه بيطلب فيها ايه، فهمت ازاي؟ ودي تبقى طبقا للقوانين، القصه بتتكتب مش بس قصه، بتبقى ايه القانون قايل ايه، فهمت ازاي؟ ففي مستر هاني جرجس بتهيألي في نيويورك او نيوجيرسي، هي هاندلز ا لوت من المصريين. اوكي. طب هو انا دلوقتي والدتي برضو كانت جايه معايا، ينفع يعني احنا دلوقتي هتقعد 4 شهور في الاستيت، ينفع تنزل وتيجي تاني بعد شهر؟ وهتعمل معامله اللجوء؟ هو دول كده سؤالين، يعني هي ممكن تعمل لجوء اما تيجي؟ لا ما دخل لو طلع بعد شهر مش هتعمل لجوء، يعني it doesn't sound right. اوكي، اول حاجه. تاني حاجه، دي ممكن تاثر على قضيتك وقضيه اختك، يقول حصل لنا مشاكل. طب اقول لك، طب مامتك دخلت، بيبقى عندهم الريكورد ان الوالده دخلت وطلعت. ده ممكن ياثر حتى على قضيتكم انتوا الاثنين. ذاتس كوركت، حصلت لي في قضيه قبل كده، عشان كده بقول لك من خبره. يعني اثرت عليك؟ بتأثر، يعني ممكن تأثر. طب لو يعني ان شاء الله ربنا سهل وجالي ابروفل، ممكن ابعت لبابا وماما بعد ما اخد الابروفل؟ لا يا فندم، لما بقى تبقى يونايتد ستيت سيتيزن تقدر تجيب مامتك وباباك، اونلي ا يو اس سيتيزن يقدر يساعد مامته وباباه. طب لو يو اس سيتيزن جابت اختها؟ بتاخد 12 سنه يا فندم من اخ الاخت. 12 سنه. اوكي؟ اوكي، شكرا. البيست سولوشن دلوقتي انها ما تنزلش مصر عشان ده هيأثر على ديفينتلي، وافضل ان حضرتك تروح لمستر جرجس او مستر او المحامي طبعا لاختيارك. منى معانا، مساء الخير يا منى. اهلا، مساء النور. انت حضرتك يا استاذه ازيك؟ انت حبيبتي الحمد لله. انا بصيت اشكرك يا استاذه انيس على البرنامج الجميل بتاعك. الله يخليك، والمعلومات القيمه بجد بتفيدنا كتير كتير بالبرنامج بتاعك. ثانك يو حبيبتي، ميرسي. ثانك يو. وحب اشكر استاذه جيهان على تعبها، انا كلمتها كنت محتاجه منها مشوره، وحقيقي كانت نعمه مشوره، لان كنت قلقانه ان جوزي يسافر مصر قبل ما عادي الجنسيه بتاعته، فهذا الباسبور جاله، فانا حبيت ان انا اشكرها واشاركها معايا فرحتي. شكرا. طب كويس يا ستي، الف الف مبروك. يا سبريت نيوز. شكرا جدي. وليا سؤال بعد اذنك يا استاذه جيهان. اتفضلي. انا كنت مقدم للفاميلي بتاعتي في مصر، اذ كنت انا او جوزي بياخدوا رفض، فانا مش عارفه اذا دول الرفض هل عشان هم مبحثين
ولا علشان احكم اسايلم؟ انا مش عارفه السبب يعني. لا انا ما تعرفيش السفاره بتبص على ايه. السفاره بتبص مثلا ان مثلا الشخص ده داخل مش راجع تاني، او في possibility ان ما عندوش اي حاجه يعني حاجه تربطه بالبلد، possibility ان عنده عيله هنا ممكن جد قدمت اسايلم ممكن قعدت. ما تعرفيش السفاره بتبص على زي ما بقول لك، دي بتبقى وزاره الخارجيه وهم من حقهم دخول او منع الناس ان هي تخش. يعني مش عايزه اقول من حسين، لا ربنا يباركهم ويبقى جود لك ليهم، خليهم يحاولوا مره تانية وربنا يباركهم. يعني طب يحاولوا تاني ولا يعني يعدي 5-6 شهور يحاول تاني وينا؟ فهمتي؟ لو حد بيشتغل، لو جاي يحضر مؤتمر هنا، لو كنيسه تدعي يعمل شغل او يعمل اي نوع من فاهمه، في مليون طريقه. بس يعني ناس مش بس بتخص على السياحه، يعني ممكن حد للعلاج، ممكن جاي يحضر مؤتمر عن طريق الشغل، ممكن بيعمل بيزنس جاي مثلا عنده شركه وجاي بيشتري معدات ويوري انه في بيزنس يعني ترانزاكشن او بيزنس كورسبوندنس حصل ما بينه وما بين شركه امريكانيه، يقدمها طبعا باوراق شركته والمراسلات ما بين الشركه ومع حساب في البنك عشان يوري انه عنده. يعني في حاجات طرق الناس تخش بيها. اوكي شكرا لحضرتك. انا اقول لحضرتك حاجه. اتفضلي. انت زي العسل واموره جدا. انت واستاذه انيس الله يخليك. شكرا بصراحه. الله يخليك حبيبتي. ثانك يو. ميرسي خالص. ميرسي خالص على كلامك الرايده. ثانك يو فيري ماتش. تصبح على خير. باي باي. منى معانا. مساء الخير. الو مساء الخير. اهلا بحضرتك. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه. كنت عايزه اسال مدام جيهان سؤال. اتفضلي. انا والدي مقدم على قضيه اسايلم، وهو اولموست بقاله سنه وشويه بس هو لسه ما جالوش رد. لا بقى ولا بلا. من نيوجيرسي مش من كاليفورنيا، عشان اقول برضو اتاكد انه بس مش الولايه بتاعتنا. لا هو مقدمها في كاليفورنيا. هو مقدمها في كاليفورنيا وبقاله ما تيبك بقاله سنه وشويه. اللي ماسكه القضيه كانت ست كبيره جدا وبتشتغل ببطيئه، وبعد كده اتحلت على المعاش وقالوه بعد كده ان هو قدامك من 30 ل 40 يوم ونرد عليك. اوريدي عدى 30 وال 40 يوم ومحدش رد عليه برضه. طب طلع الورك بيرميت ولا لا؟ اخذ الورك بيرميت واخذ السوشيال. دلوقتي اخويا جات له الهجره، جات له اللوتري. فهو بابا كان حاطط اسم اخويا واسم والدتي في الابلكيشن. فانا مش عارفه هل لما اخويا جات له اللوتري وجاي دلوقتي هل السر ينفع لما يجي ياخد البروف، لما يجي يعمل الورق على اساس القديم بقى يحط اسم اخويا برضو ولا يشيل اسم اخويا؟ طب لحظه واحده، اخوكي تحت ال 21 سنه ولا فوق ال 21 سنه؟ 21. يا دوبك 21. يبقى انا فهمت، يبقى هو لما قدمه كان اوريدي تحت ال 21 سنه فحط اسمه في القضيه، صح؟ ايوه. بيوتيفول. ودلوقتي بس انا هقول لك حاجه، انا ما شيلش اسمه من القضيه ابدا الا لما اضمن ان اخوكي اخد الجرين كارد ودخل الولايات المتحده بالجرين كارد. انا ما شيلوش ابدا الا لما يبقى جارانتيد ان هو اخد الجرين كارد، فما شيلوش دلوقتي خالص. وبن اخويا جاي يعني خلاص اخد الجرين كارد. لا ما يبقى الجرين كارد في ايده نبقى نشيله من القضيه. This is how I see it. فهمتي انا اقصد ايه؟ لكن انا قصدي لو كان جه ولسه البروف ما جاش لوالدي وهو لسه ما خدش الجرين، هل ده يأفكت الجرين بتاعه او اي حاجه؟ لا لا نطته. لا وحاجه تانية بالنسبه للتاخير برضو زي ما بقول للكلاينتس بتاعتي، خليه يروح كل يوم 4 يروح يعمل انكوري، يعني كل اسبوعين يفوت اسبوعين ويروح اسبوع يروح يدوش الاوفيسر والسوبرفايزر ويشوف مين الاريا اللي هو عايش فيها ويكلم الكونجرسمان بتاعه. لو هو عايش في الفالي بقول لكم الكونجرسمان از نوت جود براد شيرمان، بس في كونجرسمان تانيين في مناطق تانية دي ار سو جود. يعني انا مره واحد اتصل تاني يوم الكونجرسمان كان مديني معاه، فانا بقول للناس ما تنقلوا الحته دي عشان تبقوا تبع الكونجرسمان. ففهمتي ازاي؟ فربنا يباركوا ان شاء الله. طب ليه نقطه تانية بالنسبه لوالدتي، هي معاها الفيزا وهتيجي مع اخويا. بعد ما الـ6 شهور بتاعها يخلصوا هل ينفع تقعد على اساس ان هي ليها قضيه ثانيه ولا لا؟ لا خلي بالك دي حته فيري تريكي، لان هو شي واز نوت انكلودد في القضيه عشان هي هو كان هي كانت بره البلد، هي كانت بره البلد ف شي واز نوت انكلودد في القضيه. اوكي يعني ربنا يسهله وياخدها، بس
ايه الشانسز وات اف لو حتى 1% تشانس ان هو يترفض يبقى ليه اضيع عليها الفرصه ان هي ما تقدمش؟ يبقى لازم تيجي وتقدم. انا قصدي لما هي تيجي مع اخويا دلوقتي الست مامس بتوعها خلصوا نعمل ايه لو هو لسه ما خدش الرد؟ ما انا بقول يبقى هي لازم تقدم على قضيه من اول وجديد ليها هي. طب هو حاطط اسمها في الابلكيشن بس she was not included. طب let's say that way let's say ان هو يعني انا بحط الاحتمال لو one chance هو اترفض يبقى ضيع ليه عليها فرصه هي تاني. يبقى حكمه محامي ان لو ما جالش الرد في خلال 6 شهور ما ضيعش وأم خليها هي مقدمة أبليكيشن. أوكي؟ شكرا. جيهان مساء الخير. جيهان معنا؟ جيهان؟ جيهان؟ مساء النور. مساء النور. أيوه. أهلا بحضرتك، حضرتك على الهواء، اتفضلي. أيوه معاكي، مساء الخير، ممكن أكلم أستاذة جيهان؟ اتفضلي يا سماكي. معاكي أستاذة جيهان. اهلا بك يا جيهان. لو توطي التلفزيون بس. جيهان. اها. جيهان بس لو توطي التلفزيون شويه لو سمحتي. وحشتيني كتير بقالي كتير ما شفتش حضرتك. اهلا بيكي. حاضر عيني انا معاكي حضرتك. طيب اتفضلي. انا كنت عايزه استفسر من حضرتك يا استاذه جيهان ان انا اتعرضت لحادثة يوم 24/12 ليله الكريسماس. اها. فانا حاليا المفروض ان انا طلعت لي فواتير كتير عشان خاطر رحت المستشفى. اها. فانا بسال هل ده هيأثر على القضيه بتاعتي ولا لا، لان انا لازم اعمل ميديكال عشان خاطر طلع علي مبلغ كبير. لا يا حبيبتي مش هتأثر خالص، مش هتأثر خالص. اوكي مش هتقصر. انا عندي كذا حد واخد ميديكال وميديكال ووالد هنا يعني ولد هنا فمش بيأثر عليهم خالص. اوكي اوكي ربنا يخليكي وربنا يباركك وربنا هيديها لك كويس. انا بتهيألي انا عرفت مين دلوقتي. اوكي اوكي ربنا يخليكي. ربنا يباركك يا حبيبتي. ثانك يو. سالي معانا. الو مساء الخير. مساء النور. مثلا طيبين وحضرتك طيب. ارجو اسال ميس توماس بس كام سؤال. كام سؤال؟ طيب مش طيب واحد واحد لو سمحت. اوكي انا كنت بسال بس انا عملت الفينجر برينت يوم 12 فبراير والمفروض انا مش عارفه امتى هيجي لي الابوينتمنت الانترفيو. ما نعرفش يعني هوب في ان الناس يعني الناس بتقدم وبيجي لها الفينجر برينت واللي بيحصل ان بيقول لك الكمبيوتر بياخد الناس فممكن تكوني مقدمه للناس مثلا في اسبوع الاقي اتنين جولي من اللي مقدمه لهم وفي ناس الاقي اللي بعد منهم جولهم فبتعرفيش الكمبيوتر بيكس اب وات بس نورمالي بيبقى في خلال شهر. انا عارفه لو عملتش الفينجر برينت في فبراير المفروض يجي لك في مارس بس يو نيفر نو. انا يعني سو فار كل ما بيجي لي الميل اليومين دول بلاقي كذا حد جاله الانترفيو فان شاء الله اكيد يعني اصبري. اوكي الا لو قعدتي شهرين ثلاثه هتخشي تاني في الباك لوج بتاعهم اللي لازم تروحي تعملي انكور يوم الاربع وندخل كونجرسمان يعني حاجه زي يعني بقت ممارسه المهنه مؤلمه. انا مش بتقلي مش ليا بس ده لكل محامي دلوقتي في الاسايلم اوفيس بيعمل الاميجريشن بيشتكي. ما بقيناش بنعمل شغل احنا يا دوبك شغلي كمحامي اطلع الابلكيشن يجي لي الفينجر برينت احضرك مقابله هتحضري المقابله هتستني. ده اللي كنا بنعمله بقالنا 15 سنه بس اللي احنا شايفينه دلوقتي ده عمره ما حصل قبل كده في هيئه الهجره. ان اكتشلي ات داز نوت لوك جود للناس اللي هي جايه تطلب الحمايه من بلدنا وبتقول لنا ادينا الحمايه انا مضطهده في بلدي وان الحكومه تعمل لها كده. يعني انا ام سوري ان ذس هابينج فروم ذا United States government but this is terrible. بس انا شايفه ضغط فظيع وقله عماله ف بليز اصبروا يا جماعه. اوكي فهوب لو عدى عليكي الشهرين ثلاثه يعني يا رب تجيلك قبل كده بس لو عدى عليكي المده هنشوف مين الكونجرسمان وهندخل نقول لك تعملي وينزداي الانكوري. طيب انا عارفه ان المفروض اخد الورك بيرميت بعد 150 يوم من يوم ما قدمت ولا من يوم الفينجر برينت. لا من ما هو من يوم ما هو يعني من يوم الفينجر برينت يعني او من يوم التقديم تحسبي 150 يوم وبعدين بعد ما بتقدمي على الورك بيرميت بياخد 45 يوم عشان يجيلك.
يعني مش بتقدمي بيجي لك على طول في 10 ايام، مينيمم 45 يوم. انا بقول للكلاينت كده عشان لو جالي في 30 يوم ابقى فرحانه. لكن مش 90 عشان انا سمعت ان هو بيوصل 90 يوم. يعني سو فار لا ما اعرفش، يعني ما عندناش ضغط بالنسبه للناس المقدمه الورك بيرميت، بس سو فار بالنسبه للاسايلم في مشكله كبيره جدا، ومش بس في كاليفورنيا، في ولايات تانية. اكشلي انا عندي كلاينت من لويزيانا ومقدمه بقالي يمكن 3 شهور ولسه ما جالهاش حاجه. نورث كارولاينا. ربنا معاكي. اوكي طيب انا سؤال تاني من فضلك. انا ماما جت معايا ودخلنا مع بعض، لكن هي رجعت وانا قعدت انا وبنتي وعملنا الاسايلم، فهل ده ياثر عليا في القضيه؟ هوبفلي نوت. انا كان عندي اوفيسر كانت وحشه جدا، بس هي شيء مش بشتغل خلاص تاني في الاسايلم اوفيس، ثانك جاد. كانت فظيعه، مسكت الابلكيشن ودخلت مامتها وباباها وقعدت تشوف دخلوا امتى وكتبوا ايه، حتى مامتها وبابا في الفيزا كتبوا ايه، يعني عملت لها مشكله. فهوبفلي نوت. اوكي طيب انا معلش اخر سؤال، انا بابايا مفروض معاه فيزا وهتخلص السنه الجايه، فلو انا ورقي خلص هل ممكن وهو بيقدم على الفيزا تاني يجددها في السفاره، هل يجيب سيرتي يقول ان انا قاعده هنا وان هو عايز يجي يشوفني، ولا مش صح؟ لا مش صح، لانه ما يعني ما اعرفش، يعني انا بقول للناس ما تكذبوش، بس في ريد فلاك لو طلبتي اللجوء انه ممكن ما يجددلوش الفيزا. في possibility، في possibility. طيب ممكن سؤال اخير؟ بتقالي انا افتكرت، انا افتكرت المره اللي فاتت قلتي سؤال اخير، بس طبعا ايناس سحبت البرنامج هي اللي هتقول. يعني لو اخر سؤال بقى يا ساري. اوكي اخر سؤال. طيب بالنسبه للرخصه الدرايفر لايسنس، المفروض ان هي انا عاملاها انترناشونال في مصر، المفروض ان هي بقالها 6 شهور. لو انا الست شهور بتاعتي تخلص الشهر الجاي، هل اقدر ان انا اعمل درايفر لايسنس في؟ لا، الحاجه الوحيده اللي بتطلع لك درايفر لايسنس في كاليفورنيا انك انت يكون معاكي ورك بيرميت او فاليد I-94، هي اللي بتديها لك على البورت اوف انتري. فطالما ما عندكيش الورك بيرميت مش هيبقى تقدري تطلعي. ما اقدرش اسوق الفتره الجايه يعني. تمام. ثانك يو. ثانك يو. كريستين مساء الخير. الو مساء الخير. مساء النور. ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي. هو بابا كان هنا وعمل لنا اسايلم واحنا دلوقتي في امريكا. وبقالنا شهرين. فانا ماما واختي جالهم الورك بيرميت. وبس انا لا ما جاليش. ليه؟ انتوا قدمتوا كعيله واحده ولا ايه اللي حصل؟ عيله واحده. وقدمتوا كنتوا انتوا بره البلد لما اتقدمت المعامله ولا كنتوا جوه البلد؟ هو قدم لنا بابا وهو هنا واحنا كنا في مصر. اوكي وبعدين انتوا دخلتوا، وبعد ما دخلتوا قدمتوا على الورك بيرميت، فما قدمتوش كعيله واحده، قدمتوا سيبر. ما قدمناش على الورك بيرميت، هو احنا في المطار ادونا زي كتم كده عليه رقم الجرين كارد بتاعنا. لا هو ادولك رقم الاي نمبر بتاعك. وبالاي نمبر ده والابروفل بتاعتك لما بتخشي جوه البلد بتقدمي على العقد العام، صح؟ هو جه لوحده. هو جه لكم لوحده؟ جه لماما واختي لوحدهم. لوحده يعني من غير ما نعمل حاجه. لا لازم تقدمي بالاي 730، انا ما اعرفش زي الناس بتقول الكلام، لازم تقدمي بعد ما بيجي لك الابروفل، لازم يبقى في تقديم، يا اما انت مش واخده بالك، يا اما انتوا قدمتوا تبع عيله واحده وبعد ما بيجوا الابروفل بيبقى جاي لكم الورك بيرميت لوحده. فهمتي انا اقصد ايه؟ هو احنا فعلا ما قدمناش حاجه، هو بعد شهر بالظبط جالهم الورك بيرميت. يبقى يمكن الوالد قدم للعيله كلها وجالهم الورك بيرميت بيز اون ذا ابروفل، وانت الوحيده اللي ما جالكيش. يبقى الحل ايه؟ روحي اسالي في الاسايلم اوفيس ازاي وصل لمامتي واختي ولسه ما وصلليش. طيب هو احنا ينفع يعني الجرين بتاعنا نقدم عليه امتى؟ بعد سنه من الابروفل نوتس. طيب والسيتيزن؟ بعد 4 سنين و9 شهور من الجرين كارد. اوكي ميرسي. ثانك يو. ميرفت مساء الخير يا ميرفت. ميرفت الو مساء الخير. مساء الخير. اهلا بحضرتك. ممكن اسال مقامية جيهان؟ اتفضلي يا سامعك. اوكي انا معايا واحدة صاحبتي جاية من مصر، هي دخلت هي وجوزها السفارة واخدوا فيزا سياحه. وهما معاهم ولد صغير، هو سنه دلوقتي اولموست سنه و3 شهور.
حاولوا يدخلوا بيه مرة تانية السفارة، بس لما دخلوا بيه مرتين اترفض. فدلوقتي هما بيحاولوا ان هما ييجوا، هما اكشلي هما حجزوا خلاص هييجوا وهيسيبوا الولد في مصر، وهي دلوقتي هي حامل وهتيجي بتقول تولد، وبعد كده ممكن تقعد تعمل الكيس بتاعت الاسايلم وتستنى الورق يخلص، يعني هي بتتمنى ان الورق يخلص بسرعه عشان الولد يقدر يجي، او ممكن تنزل علشان يعني بتبقى جابت البيبي التاني هنا وياخد السيتيزن وتروح تقعد مع البيبي اللي هناك. فانا مش عارفه هو ايه الصح، يعني هي قالت لي ان انا اسال، فانا مش عارفه هو ايه الصح. هو طبعا لو كل حاجه بتمشي صح مفروض القضايا بتخلص صح، بس ايه ما اعرفش، هي من كاليفورنيا ميرفت، فانا ما اعرفش هتيجي تقدم هتقع من ضمن الناس اللي هي وقعت في البروبلم اللي هي بعتوا الفينجر برينت ويأخروه مده فتبعد عن بنتها فتره كبيره. I really don't know، فاهمه؟ زي بيقول لك اتس راندوم بيك اب من الكمبيوتر بتاع الاسايلم، فكله بيقدم وبعد الكمبيوتر بيكس اب ذا نيم. Let's say ان هي خلصت بسرعة فthat's great، بتدخل ابنها بعد ما بيجي لها final approval في خلال 5-6 شهور. طب if اتأخرت ما دي مشكلة، بس لو هي رجعت تاني بتلغي عليها حكاية اللجوء لان دخلت دخلة وطلعة، ف it's not good، فلازم تقعد فترة كبيرة في مصر قبل ما ترجع تاني. فحالة انه جالها الابروف بتاع الكيس بتاع الاسايلم، هتقدر تجيب ابنها ازاي وهو سنه سنه؟ ما انا بقول لك 3 شهور، ما عشان كده السفاره بترغمهم او بتجبرهم ان هم يرجعوا عشان في طفل 3 شهور، عشان كده ادوا الاب والام ورفضوا الولد عشان يبقى حد فور شور لازم يكون قاعد ويبقى التاني هيرجع. فهمتي ازاي؟ دي مشكله كبيره طبعا، مشكله ليها كأم وكطفل صغير، فده بقى القرار الاول والاخير ليهم هم. بس انا بقول لو ان شاء الله ربنا وفقها لو مشت كله كويس ممكن تاخدها في 5-6 شهور، لكن وات اف اللي بيحصل في كاليفورنيا دلوقتي بالبهدله انك تبعتي وتقعدي بالشهور ما يجيلكيش، فدي بتبقى بوسيبيليتي وحشه ليها لان ممكن تتاخر وبعدين عقبال ما يجي لها الميعاد ويجي لها الانترفيو اتس ا بروبلم. فده الديسيجن بيبقى منهم اذا كان هي تقدر تبعد عن الابن ولا لا. لو هي قررت ان هي هتبعد، هيقدروا بعد ما يبقى في موافقه على الفيس بتاعتهم هيجيبوا ابنهم ازاي؟ يعني ممكن حد فيهم ينزل يجيب ابنهم ولا مثلا؟ انا فهمت تقصدي ايه، لو الوالده معاها الفيزا هي اللي she can bring the child here، اللي انت فاهمه انت تقصدي ايه، الاب والام هنا، فهمتي ازاي؟ طب انا هقول لك حاجه، انا افضل الاتي، خلي الام ترجع للبيبي، خلي الزوج يقعد هنا يعملها، فهمتي ازاي؟ وبعد ما يكسبها يعمل لم الشمل للزوجه والاب، لان ممكن اقول لك رجعي الاب بس الطفل في الثلاث شهور هيكون محتاج للام اكتر من الاب. يا طبعا. اوكي ثانك يو. ميرسي. مريم مساء الخير يا مريم. الو. اهلا مساء الخير. مساء النور. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. انا كان عندي سؤال لاستاذه شهان. اتفضلي. انا جيت انا ووالدتي وخالتي وعملنا اسايلم كيس وعملنا انترفيو في شهر يناير. ومستنيين لسه الرد. حتى في اوهايو؟ انا في اوهايو. حتى في اوهايو؟ طب كويس، عشان بس ما نتخنقش من كاليفورنيا بس اهو. ده انا جيت كولومبوس مخصوص، يعني قلت ما فيش مصريين كتير بتعمل الموضوع ده. فدي خالتي ثانيه في مصر، هي معاها فيزا فبتفكر ان هي تيجي وترجع وممكن تيجي تاني وتعمل اسايلم، فهل ده ينفع ولا لازم من اول مره تيجي تعمل اسايلم؟ لا انا افضل من اول مره تخش تعمل، انا بكره الناس اللي بتخش وبتطلع، دي not good at all، فانا افضل انها تخش وتعملها على طول، فخليها طالما هي لسه مش جايه خليها تقفل حاجاتها وتعمل حاجاتها على اساس ان يبقى كل حاجه اللي هي لما تيجي مره ما ترجعش تاني. اوكي معلش، انا عندي سؤال تاني. اتفضلي. لو حد معايا الجنسيه وعمل انفيتيشن لشخص في مصر او اي بلد ثانيه عشان ياخد فيزا، فالشخص اللي اخذ الفيزا ده جه وقعد وعمل اسايلم، فهل بيأذي الحد اللي عمل له انفيتيشن؟ لا خالص، ما بيأذوش خالص خالص لا. إيه اللي احنا بنتكلم على الافيديفيت؟ لا، لو انت دعيتي شخص يا دوبك دعيتيه صح بعد انفيتيشن صح.
يعني مثلا دعوة خطوبة فرح؟ اه لا no problem not at all. اوكي شكرا. بي جي مساء الخير. بي جي hi how are you? Good how are you? I'm fine thank you. May I speak to the attorney please? Yes she's listening to you. Hold one second. Hi Mrs. Jim. Thomas how are you? How are you doing today? I'm fine thank you. I got three questions for you. Please go ahead. Okay my first question my parents lost their citizenship and what are they doing at this point? What do you mean they lost? Do you mean they lost their passports? No, they have their passport, but they lost their, you know, when you become a citizen of the United States, they give you a certificate and they lost it. Oh, so they lost the certificate of naturalization. Is that correct? Yes. Yeah, they can request the copy, but if they have the U.S. passport, why do they need the certificate of naturalization? No, they just want to keep it for the record, you know. Then, if I'm not mistaken, you can request a duplicate, but I don't know what is the form number that you have to apply and what's the fee for that. But, okay. And one more thing, you know, people are always concerned to maintain the certificate of naturalization. And some people said, okay, I got my son a passport, you know. It's the same thing, you know. Why do you bother? You have the passport that proves you're a U.S. citizen. As a matter of fact, that's the best thing for you because to leave and come back, you need the passport. You won't show your certificate of naturalization. So I wouldn't sweat on it, you know, unless they want to maintain their records. And they can always renew it? They just go to the post office and renew it, right? Yes, definitely. The passport immediately could be renewed and you do not have to present. Maybe they're scared that they need the certificate of naturalization for a renewal of the passport. That you only need it only to get your first passport, but you know, on a renewal, or you have to show just your old passport. Beautiful. And actually, okay. it could be done by mail as well for a renewal. Beautiful. Okay, another question. My friend, he's a U.S. citizen, not a U.S. citizen. He's a resident of the United States? No, he's a U.S. citizen or a permanent resident of the U.S. He's a permanent resident. So he's a permanent resident. Yeah, one 5, another one 3. Uh-huh. And we went to do his income tax, and the lady said that his kids can be U.S. citizens. No, you cannot derive a U.S. citizen from a permanent resident father unless the mother is a U.S. citizen. Is the mother a U.S. citizen? No, they're both residents. No. Were the children born here? No, they came. They just arrived like this. No. No, they can petition for them and they can allow them to stay, but even as a permanent resident does not grant an immediate stay to their children, they're currently doing 2010. Believe it or not, it's very hectic to say that a child, if he did not have a, the children don't have any resident or they do have a residency? No, they have a residency. Okay, no, they cannot become a citizen. So to answer your question, no. Okay. What's your third one? The lady said that in fact they can go and apply and be... No, sir, let me tell you, the clerks at the immigration are just clerks. They are not lawyers. They have not gone through law school. They're just clerks. So they cannot even, they are not even allowed to give legal advices. Okay. Okay. My third question is, my friend's parents came from Egypt, and he's a U.S. resident. Can he do paper for his parents, stay in the country as an asylum? Can you please repeat the question? You said that your friend is a permanent resident? He's a permanent resident. And okay. His parents came to visit the U.S. Okay. Can he do residency for them here? No, a permanent resident cannot petition the parent. Only a United States citizen can petition the parent. Okay. But they can file for asylum? Definitely, the parents can file for asylum. Definitely, the parents can file for asylum. Okay. He wants to do... Okay. Okay. I hope I answer all your questions. Thanks. Yes, you're thank awesome. You. Thank you, BJ. I'm sorry? All right. احنا بنتأسف على المكالمات اللي ما قدرناش ناخدها احنا يعني الوقت جري بينا وعايزه اشكرك من جيان على كل المعلومات القيمه اللي اديتها لنا النهارده ميرسي خالص ثانك يو سو ماتش ثانك يو فيري ماتش وعايزه اقول لو حد عنده سؤال ممكن يكلم مدام جيهان على النمره بتاعتها او يسيب نمرته في الكنترول روم وهي هتكلمه واحب اشكرك مره ثانيه ونشوفك ان شاء الله قريب ان شاء الله
ثانك يو. اعزائي المشاهدين جينا نهايه الحلقه ونشوفكم ان شاء الله يوم الخميس الجاي وحلقه جديده من برنامج مش لوحدك الساعه 7 مساء باسيفيك تايم. نشوفكم ان شاء الله الخميس الجاي. اذكرونا دايما في صلواتكم والى اللقاء.